Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Georges, comment ça va? Bonjour à tous les صائمين وكيف هالصيام معكم بهالشهر المبارك. حلقتنا من برنامج صحي وسريع تبتدئ كل نهار جمعة بين الساعة 12 وتنتهي بين الساعة 12 و12 و10 وتنتهي على الساعة 2 لأنه جورجيس بيكون ناطرني هيك على 2 على البكلة على الدقيقة على الثانية تقلي اخلي. فكيف الحال؟ كيف حالكم؟ بلشت تشوب؟ يعني مع أنه أنا بقول أنه هي أول مرة بحياتي بحس أنه تأخرت شوي الصيفية. جو مش عم بتدفى، يعني مش ما في دفى بعدني أنا بسكر شبابيك وبنام. مثل هالوقت بنكون عم ندور الأيسيات لحتى ننام. فهو كمان حلو هالطقس، أنا بحبه كتير أكتر بكتير بكتير من الصيف، وهو كمان كتير بيساعد الصائمين لأنه شوب أبدا ما له محل بفترة وقت الإنسان ما في يقدر يشرب قد ما بده. فحلقتنا لليوم رح تبلش طبعا بنصايح سريعة على شهر رمضان، سريعة قد ما فيه لأنه بعدين نحن بنقدر نتقبل الاتصالات وبناخد الاتصالات أصلا من هلأ عبر التليفون على 0595-8885 وعلى الواتساب مثل ما كلكم تعرفوا حفظوا السلولار رقم الواتساب 0398-9199. وطبعا هلأ موسم الضعف والرجيمات ومساقب انه جاي رمضان بهالفترة، فالدعايات والاشياء يلي بتخليكم تروجوا انكم تضعفوا عم بتزيد كتير. في كتير عالم عم تستعمل شهر رمضان للضعف وهذا الشيء كتير 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 خطأ. بتمنى على كل انسان صايم ما يكون ابدا وقت عم بيجي الافطار ويجي السحور، ما بدنا يكون كمان تاكلوا كتير، مش هذا الهدف. هلا رح نحكي كيف بنتسحر بطريقه مظبوطه وكيف بنفطر بطريقه مظبوطه. بس كله انا على طول بقول مثل ما قلت جمعة الماضي، الترويقه بدها تصير للسحور، والعشاء هو الغداء، الغداء هو الافطار، والعشاء هو بالسهره. هيدي خاصه إذا أنتوا من الأصل ما بتاكلوا كتير أو إذا كنتوا ضعفانين، فهذول الأشياء كتير ضروريين جدا. على السحور أنا بشجع كل العالم يعتمدوا نوع واحد من الأكل لحتى ما تتجنبوا كتير. صحيح لازم تتسحروا، بس هو كمان أهمية المي كتير كتير عالية بهالوقت هيدا. تجنبوا مادة الكافيين لأنه في ناس بتقوم بتشرب فنجان قهوة، إذا خاصة إذا ما فيكن تناموا من بعدها، لأنه في كتير ناس ما بقعدوا يناموا والسحور عم بيكون بوقت طبعا مش كتير، يعني وقت الواحد يفوق، فهذا شيء عم بيأثر. تناولوا مثلا عطول لحمة أو بديل اللحمة من البروتينات وهيك، أو مع نشويات. ومثلا فينا نعطي فكرة مثل خبز مع لبنة، ساندويش لبنة، وإذا جبنة بدها تكون قليلة الملح ضروري جدا. البيض أكل ممتازة، زعتر وزيت كمان بتكون تعرفوا أنه الزعتر وزيت ممكن يكون شوي ملح، فترويقة رائعة. مثلا أنا بلاقي الفول مدمس إذا معمول، بس ينعمل بتوم كتير 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 قليل أو بلا توم خالص، حامض وزيت ورشة ملح خفيفة، لأنه هذا بيشبع بيعطي ألياف رائعة. وفيكن أنتوا عم تاخدوه تشربوا مي، وإجمالا بيعطي يعني بيعطي ديجستيون مني وقت حتى تقدروا تصوموا هالوقت الطويل. كمان المناقيش هن لهم وحل طبعا، بس بتكون تتذكروا انه ما يكون كتير فيه ملح. والكشك كمان هون كمية الكلام، في كتير عالم اذا اكلت كشك ممكن تقول انه بتعطش بعدين، فاذا كنتوا عم تاخدوا كشك ما تملحوا كتير لانه هو بحد ذاته ممكن يكون فيه ملح. تناولوا الحليب اذا بدكن الخلي خالي من الدسم، خاصة اذا عندكن مشاكل بالكوليسترول او بالتريغليسيريد. والحبوب الفطور ما لازم يكون فيها السكر من اول 3 او 4 انجريديان، واكتر شي خدوا الاشياء الغنية بالالياف تتجنبوا مشاكل اكتام المعدة. واكيد السحور هو شيء كتير مهم وضروري، وبعرف انه في كتير عالم ما بتتسحر ما بتقوم تتسحر، بس فيكم تتسحروا قبل ما تناموا، بس مش تكونوا كمان من الافطار للسحور ما موقفين اكل. كمان ما بدنا ناخد الدوز اكستريم، انا كتير بحب انه الواحد تنقول بيفطر بعد ساعتين بروح بيعمل رياضة بيرجع بيتسحر اذا شيء وبينام، بس لازم يوعوا عبكرة على السحور او لنه حتى ياخدوا سوائل اذا نهائيا ما في قابلية للاكل. وكونوا أكيدين أنه 30% من الطاقة اليومية بتجي من السحور، فهذا ضرورية جدا لأنه لفترة الصوم يلي هي عم بتزيد عن 16 ساعة، فهي فترة كتير كتير طويلة وممكن تتعب الجسم.
وتنهدر الإيميلات وسوري الواتسابات ولا حنبلش نجاوب على الجميع. في حدا بعت لي 11 وربع والله بيجي على الاستوديو الساعة 12 والله 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 إيه ماني موظفي هون معك حق جو. لكن على ال 11 ربع في حدا قايل لي في هاي مونيك بونجور مدام مونيك انا كتير بحب الجينيريك وباكل كتير منه بعمل سبور كل يوم ساعتين في اعرف اذا جينيريك بنصح وزني بيرفكت بس قالوا لي بنصح مش بنصح بس انه فيه طاقه يعني نحن بنعتبر تقريبا تنقول بدك عاده بتاخذوا تفاحه ما بتكون تاخذوا تفاحه بتكون تاخذوا جينيريك انه فيكم تاخذوا ماكسيموم ساعتها بين ال 15 وال 20 حبة جينيريك بدل التفاحة. كمان حدا بعت لي 11 وثلث والله والله انه برنامج ببلش الساعة 12. سالو مونيك كالي لو موين غريسو لو شوكولا نوار و اون غلاس اي ميرسي بور فوت بروغرام كو جاتان شاك فاندردي. بتكون تاخدوا بالوزن يعني اليوم كل 10 جرامات من الشوكولا بيعطوا تقريبا 50 وحدة حرارية حتى لو كان شوكولا نوار. وإذا الجلاس إجمالا بيكون فيها شوي أكتر يعني كل بول ممكن تعطينا فيها تنقول لأنه فيها مي كتير كتير ما فيكن تاخدوا من الشوكولا يعني البول فيها شي 80 جرام ممكن تعطي تقريبا لل 200 وحدة حرارية. في ناس بدهم فحص دهن مجاني من عيادات صحي وسريع ما لكم غير تكتبوا فات تست او فحص دهن. حدا عم بقول هاي اخذت ام رقم عن الفيسبوك عن جد سوري هذا شيء خاصه مش فيه. يسعد صباحك مونيك بدي اسالك هلا اذا الوزن كان تحت المثالي بكم كيلو بياثر شيء لبنت عمرها 22 سنه وشو هي افضل طريقه لتثبت وزن من دون زياده هل هي انه ناكل بنفس الكميه كل يوم وشكرا كتير. ابدا 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 هذا السؤال ما بقدر جاوب عليه لانه اول شيء انا ما بعرف قد الوزن يعني بكم كيلو انه كم كيلو فيهم يكونوا 2 كيلو فيهم يكونوا كيلو فيهم يكونوا 10 كيلو ثلاثتهم هول كم كيلو. فياريت بتتصلوا فيي لحتى او تبعتوا لي تفسير اكتر بهالتفسير بدي قد ايه وزنكم الحالي وبدي كيف هالبنت شو بتاكل حتى يكون وزنها مش كتير. يعني في ناس بس تفسلكم انه الفويس بده يكون ماكسيموم 30 ثانية في ناس بتكون ضعيفة مع انه بتاكل يعني بتتروق بتتغدى وبتتعشى يمكن ما بتاكل كتير بس بتاكل أبعى بكرة تنقول صحن طبخ على الظهر أبعى عشية هيدي أبدا ما بعت الهمة أبدا ما عندي مشكلة فيها صحتين على قلبها هي جسمها هيك جسمها ما يعني بيحرق كتير وما بتنصح. في ناس بتقعد بلا أكل وبشان هيك هي ضعيفة هيدول كتير بعت الهمون لأنه حيلا شي بالحياة مثلا إذا كانت بنت صبية عمرها 17-18 سنة قاعدة بلا أكل تجوزت وحبة تجيب بوليت وعندها عائلة الريسك كتير كتير إنه ترجع تنصح فهذه الشغلة لازم تنتبهوا لها كتير. وكمان إذا قاعدة بلا أكل يعني عم بينقصك غير الوحدات الحرارية غير الإنرجية غير الكالوري كمان عم بينقصك كتير فيتامينات وكتير معادن اللي أنت ما فيك تعيش بليهن او انت تعيش بليهم. سوري ما قصدي احكي بس مع السيدات. في حدا عم بيسالني مونيك وين اقرب كلينيك لفرن الشباك لاخذ موعد عنا بالمزرعه وفي بالاشرفيه فبفضل انا يمكن الاشرفيه. مرحبا يعطيك الف عافيه انا كنت بالجيم ونزلت عضل كتير فوقفت بس عم بمشي واركض فيني اخذ بروتين شوي زياده مع الاكل بليز. ابدا ابدا مصطفى نهائيا نهائيا اذا انت بتجم ونزلت عضل مش معقول في شي غلط يعني حرام عم بيعملوا غسيل دماغ لكل هالشباب اللي عم بيروحوا على الجيم انه لازم ياخذوا بروتين لازم ياخذوا سبلمنتس ولازم ياخذوا بودره يعني ما بقدر لكم قد ايه هالشي غلط وقد ايه منه مزبوط وقد ايه انتم منكم بحاجه لبروتين زياده والعالم اللي بتنفخ فوق الطبيعه هول اشخاص عم بياخذوا ستيرويدز عم بيعملوا ابر وهول اوكي بحاجه يمكن لاكسترا بروتين بس هدول عم بيعملوا اشياء مش صحيه ابدا وكتير كتير منا منيحه. بس اذا انسان حابب يربي عضل طبيعيا عندكم ناس اجسامهم بتعمل عضل بسرعه اكتر من غيرها صدقوني
يعني بتشوفه شغيل عم بيشتغل على ورشة وخيه معه، اتنيناتهم بيشتغلوا من عبكرة لعشية زيت الشغلة، بتشوفه هيدا هو he's very well built، عنده عضل، اكتفاته كبار، عامل كأنه عامل مسكولاسيون، وخيه جلد على عظمة ما خص. يعني الأجسام بليز 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 تقبلوا هالفكرة، في أجسام عندها ميول أكتر من أجسام إنها تربي عضل أو تعطي هالهيئة يلي كتير شباب بحبوا يعطوها. بس مش معناتها انه مش كلنا لازم نعمل سبور، كلنا لازم نعمل سبور، بس نعمل سبور بيطلع عنا appearance يمكن 10 على 10 versus 5 على 10، عم بعطي مثل مثلين اكستريم، بس هذا الخمسة على 10 اذا ما بيعمل رح يصير 0 على 10، فهون اللي لازم تفكروا فيه على طول. مثل انا مثلا قد ايه بدي اعمل حتى يصير عندي اجرين طوال طوال طوال؟ ما رح يصير، هيدي شو بيقولوا خلقت ربنا. ونتابع انه نقرا الواتسابات، بذكر بارقام التليفونات لانه بحب اسمع صوتكم، تلفنوا لي اذا بدكم 0595-8885. وعلى الواتسابات طبعا على 0398-9199. بونجور مونيك، ضروري الرياضي ياكل بروتين اكثر من الشخص العادي؟ اذا رياضي مثلا بيعمل ساعه سبور بالنهار اكيد الجواب لا، اذا رياضي بيعمل 3 ساعات سبور بالنهار ايه منعلي، بس منعلي بكميه كتير قليله، زيرو مثلا هو العادي لازم ياخذ 0.9 to 1 grams of protein per kilo، الرياضي كتير بياخذ 1.2 مش اكثر من هيك. معي اتصال. الو بونجورين. الحمد لله ميرسي ثانك يو، بس مش عم بسمعك ابدا ابدا، يعني يا ريت ما بعرف تحكيني من التليفون او من السبيكر. لا عم بحكيك من التليفون بس بالسياره. اوكي ايه تفضل. ايه معي جميل في الكاريجي. اهلا وسهلا. اهلا فيك. ليك انا بسالك شيء، انا باكل نعم، مش انه ما باكل، بس ما باكل كثير، ما باكل اكستريم، باكل عادي. اوكي. حس بنفخه دائما، اول ما بلش اكل بحس بنفخه تغرب دقيقه، حتى لو بعدني اكل لقمه بتحس فيها او 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 بينفخ مزبوط بطنك؟ لا بحس، لا شو بدي لك، يعني بحس حالي مليئه مش عم بقدر اتنفس مزبوط بس اكل، عرفت علي كيف؟ ايه بس وبنصح وبنصح بسرعه. قد ايه وزنك جميل؟ وزني 104. اوكي، وقد ايه طولك؟ 180. اوكي، يعني عنا شوية وزن زايد ما هيك؟ صح. وشي مرة ضعفت؟ مرة ضعفت يعني ضعفت ليش 5-6 كيلو يمكن ارتحت وقت ضعفت؟ على هاي النفخة عم تقول عنا؟ لا 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 اوكي، يمكن ما ضعفت انا بشكل انه ارتاح، لانه ما النفخه دايمه عندي، بس لما اكل دغري بتضايق. طب عامل فحص شايف اذا عندك حرقه، اذا معدتك منيحه، اذا في مشاكل صحيه؟ عامل مضور، كان عندي اتش بي بايلوري بمعدتي، عملت لها مضور واخذت لها علاج وشلتها وراحت وبركي رجعت. ما بعرف رجعت اكيد. اذا هالقد عم تتضايق وهالقد عندك نفخه، اول شيء لازم تشوف حكيم تتطمن انه ما في شيء طبيا، اوكي، وانه المشكله غذائيا. اذا المشكله بس غذائيه جميل، انا بقول لك انه انت ضروري جدا تنزل 10 كيلو. بس تنزل 10 كيلو وما في مشكله طبيه، انا بوعدك وعد شرف انه ما بيعود عندك هالمشكله خالص، بس لازم تضعفهم جميل عن جد عن جد بطريقه مزبوطة، بطريقه انه ما ترجع تردهم بعدين، وبطريقه انه تقدر تكمل على السيستم كل حياتك. اوكي تكرم عيونك، اهلا وسهلا فيك. انا من الاشخاص اللي يؤمنوا ايمانا ثابتا 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 انه شو بتاكلوا وقد ايه بتتحركوا قد ايه بتدخنوا قد ايه بتارجلوا بيأثر اكتر من 50-60-70% من شو صحتكم رح تعمل فيكم. يعني كل العالم بيشتغلوا وبيركضوا وبيعملوا المستحيل كرمال يشتغلوا ويطلعوا مصاري، بس كتير اللي عندهم الحكمة انه يعرفوا انه قد ما طلعتوا مصاري، اذا انتوا ما اهتميتوا بصحتكم، ما وقفتوا دخان، ما وقفتوا ارجيلة، اكلتوا بطريقة مزبوطة، اكلتوا الاشياء اللي ربنا خلقها،
أكيد في عنا ريسك أكتر بكتير من غيرنا إنه نقضي إخرتنا بالمستشفيات من حكيم للتاني. فهيدي الشغلة لازم عطول 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 تفكروا فيها، وبليز خففوا دخان. هيني هنا عم بقرأ مقالة كتير كتير بحبها أنا، هيدي المجلة اللي بقريها على طول. Mortality rates from cancer are continuing their steady decline in the USA. بأمريكا صار لهم أكتر من سنة 91 من وقت ما وقفوا ومنعوا الدخان كليا بالبلد، والريت العالم اللي عم بتموت من وراء مرض الكانسير هي وعم تنزل. تخيلوا على حواري لكم، اوكي، which translates in more than 2.6 million fewer cancer death من سنة 1991 لليوم. يعني أكتر من 3/4 الشعب اللبناني ما كان، يعني هن عندهم بأمريكا طبعا لأنه رقمهم أكتر بكتير من عنا، خف موتهم، ما ماتوا لأنه ما دخنوا. فما فيكم بقى تقولوا قدي الدخان بيأذي، قدي الأرجيلة مأزية، قدي مش بس بتخليكم تنصابوا بالكانسير، حتى إذا انصبتوا بالكانسير المريض يلي ما بيدخن أو ما دخن بحياته الشانس إنه يتعالج أو يقاوم مرض الكانسير بالشيميوثيرابي أعلى بكتير إذا كان مدخن أو غير مدخن. ونحن للأسف الشديد منتمنى نروح نسهر ونظهر ونتسلى ونرقص ما نرجع على البيت مدخنين نحن، مع أني أنا ما بدخن، بس من وراء هالدخان بالنايت كلوبات وبالسهرات وين ما بتروحوا بتكونوا أنتوا دخنتوا يمكن شيخ 20 سيجارة، بس لأنه كل اللي حواليكم بدخنوا بهالبلد. تخيلوا قدي بعدنا رجعيين، قدي بعدنا لورا، أنه من سنة 1991 بأمريكا كان ما بقى مسموح بولا محل بوبليك الإنسان يدخن، وقبله بعشرين سنة كانوا يمكن يمنعوا الدخان، أقول 10 سنين كانوا يمنعوا الدخان بالمطاعم والبوبيت. فبعد بدنا كتير 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 كتير، ما بعرف، بعرف أنه وزارة الصحة وحطوا القانون، وليش راح القانون الله عليم. وبقلكن العالم كله، كل بلدان العالم دون استثناء ممنوع الدخان in public، ممنوع أنا أذى بس لأنه غيري حابب يدخن، يمكن إلا بلبنان، وما بعرف إذا بعد في شي بلد رجعي أدنى بيسمح الدخان وين ما كان. نتابع حلقتنا لليوم، لكينا واتسابيتكن على 0398919. في حدا عم بيقلي هاي شو بتعرفي، لا سوري، هاي انا ما باكل الا فتوش وشوربة وما بتسحر بنزل بالوزن؟ اكيد يعني اكيد اكيد ناطريني هذا السؤال، بس 99.99% بس يخلص شهر رمضان رح ترجعوا تردوا كل الوزن اللي ضعفتوا. هاي مونيك، ترويقة البينات بطر مع تمر قدي الكمية وقدي فيها كالوري؟ اذا عم تاخدوا البينات بيست تبعنا نحنا كل ملعقة تقريبا فيها 90 وحدة حرارية، بأبعة مع 2 تمر يعني عم نحكي شي 200-250 كالوري. وموجودين البينات بيست بكل فروعي سبينس؟ لا منو موجودين بسبينس، نحنا منوصلون لمن ما بدكن، موجودين بمحلات تانية إذا بدكن اتصلوا على الإدارة وبنقلكن وين موجودين. صباح الخير، رمضان كريم وينعاد عليكم وعلى الجميع. وزني 65 كيلو، عملت فحوصات عندي فقر دم طلع 27 وصفر حديد، أعطاني الدكتور هدول الأدوية، كيف تنصحيني أفطر بشكل بشهر رمضان؟ بشهر رمضان أول شيء لازم أول شيء تبلشي تاخدي حديد، هيدا يعني ما في مجال، على السحور بديك تاخدي حديد بتصور، وبديك تاكلي أكل ربنا خالقه، أكل طبيعي 100%، تتجنب الكالوريات البلا طعمة، يعني قد ما فيك تاخدي فواكه بدل ما تاخدي حلو، لأنه الفواكه فيها فيتامين سي بتشجع على امتصاص الحديد بالجسم، وتاكلي أكل صحي، يعني مش بس تركزي بس لحمة لحمة لحمة، أنا لا أؤمن بهذا الشيء، تركزي طبخ 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 ونوع طبخ واحد أنا بفضل تاكل منه كمية منيحة على الأفطار، وعلى سحور كمان تتسحري إشياء فيها حديد. بس بهالطريقة هاي ما فيك تعتمدي بس على الأكل، الدواء ضروري. أنا اللي ما بحب تاخده فيتامينات ومعادن إلا إذا في فحص دم، وهيك أنت بإيديك فحص دم يؤكد أنه أنت بحاجة أنك تاخدي دعم بالحديد.
بس كمان بدي أقول لكم حسب الأحصاءات بأمريكا، لأنه نحن ما عنا كتير أحصاءات، بس تقريبا هذا رقم كتير كتير عالي عالميا، 10% من الشعب الأمريكاني بيعاني من نوع من الفود ألرجي، وبيكون عنده حساسية على الأكل، مش الحساسية اللي اليوم متداولة واللي بتنعمل بالعيادات. فحص الحساسية هو فحص دم بيتاخد وبيشوفوا الإميون ريسبونس، مش الانتوليرانس اللي أنه كل العالم عم تفكر أنه عم تعملها، غير نوع فحص اللي عم بيعملوه. والترو ألرجيز اللي هو شيء كتير 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 خطير، هو ردة فعل جهاز المناعة عنا على أنواع أكل معينة، وبيفكرون هن قاعدة للجسم وبيصيروا يحاربون، وهون ببعض الحالات بيحاربون بطريقة أنه بينفخ المحل حوله أو بيورم الإنسان. ومنخاف كتير أنه وقت يكون في فود ألرجي يصير في ورم حوالي الزلعيم يلي بيؤدي للاختناق، وبحالات نادرة إلى الموت. أكتر شيء الإنسان ممكن يكون عنده ألرجي، يعني ما بتكون تعرفوا أنه الإميون ريسبونس هو أسرع من الانتولرنس. الانتولرنس يلي كتير هلأ يتداول والعالم بتفكر أنا عندي ألرجي، هنا بيقولوا عندي ألرجي بالمعنى، بيحكوا بيقولوا كلمة ألرجي، بس هو مش مزبوط كلمة ألرجي، أكتر انتولرنس، لأنه الانتولرنس هي بتكون على نيفو المعدة والمصران، بينما الحساسية هي شيء كتير خطر وهو ردة فعل الجهاز المناعة. ففي نوع أكل بيحرك الجهاز المناعة عند بعض الأشخاص يلي هن بيشكلوا بس 10% من الشعب الأمريكاني، يلي هن الأسماك إجمالا، المكسرات كمان هذا من الخاف منها، البيض، السمك والصويا. طبعا فيكن تعملوا ألرجي على أنواع كتير كتير تانية، بس عم نحكي أكتر شيء بينعمل على هيدول الأنواع. ونحن رح نرجع لكم بعد هالفاصل الإعلامي. ما تنسوا أنه فيكن تبعتولي واتساب على 0398-919-99. إذا ما جاوبت ما ترجعوا تكتبوا، لأنه أكيد من فل من استوديو اليوم، وعد شرف ما أكون مجاوب الجميع، بس بتكون طولوا بالكم لأنه البرنامج للساعات 2. صحي وسريع سريع بيرجع بعد البريك. منكمل المستمعين الكرام حلقتنا لليوم من برنامج صحي وسريع، وبتعرفوا انه نحن عنا كذا عيادة بلبنان، وحابة هيك مرق شوية خبرة، لانه بحب العالم تعرف انه انا لحالي ما بشتغل، نحن اكيب، نحن بوكيه من الورود وكل وردة موجودة بعيادة. وهلأ معي وردة من الزوق، جيهان كاستون، اخصائية تغذية المسؤولة عن عيادة الزوق يلي صار لأكثر من 6 سنين. جيهان بونجوريك. بونجور، كيفك؟ كيفك أنت؟ منيحة. أنا حابة جيهان أحكي معك شوي عن هيك، قلت أنه كل جمعة بدي أحكي مع حدا من الأكيب من صحي وسريع لحتى نعطي عن جد بكل مصداقية شيكا صاير معنا بالعيادة. هيك محب نفتخر لأنه في كتير عالم بتعاني من مواضيع معينة بعالم التغذية. أنت أي موضوع نقيتي لنا نحكي اليوم عن أي شخص؟ أنا اليوم حبيت أحكي عن موضوع البنات اللي بيكون عندهم مشاكل بالدورة الشهرية، اللي بيكون سببها الكياس على المبيض، بنسميها البوليسيستيك اوفريز، لانه هذا كتير نحن عم نشوفه بالعيادات، وكتير عم نعاني مع الاشخاص اللي عم بيجوا لعنا من وراء هذا الموضوع. ليه بتعاني؟ منعاني معهم لانه اكيد لما البنت تكون عم بتخربط المعاد معها من وراء هدول الكيس على المبيض، عم بيكون الحرق تبع جسمهم كثير بطيء. سو بتلاحظي انت انه هدول البنات ما بيحرقوا بسرعة، ما بيضعفوا بسرعة؟ ما بيحرقوا بالمرة، ما بيحرقوا. السوليسيون كرمال هن يحرقوا اكيد، غير انه هن لازم كثير ينتبهوا على اكلهم، لازم كمان يعملوا كثير رياضة ليقدروا يساعدوا الميتابوليزم انه يحرق مزبوط، يساعدوا حالهم انه يضعفوا. مزبوط، وانا بوافقك الرأي، نحن هذا الشيء كثير بنشاركه باجتماعاتنا الشهرية. شو صار معك؟ هلا حاعطيك انا كم من الكيات اللي بيجوا لعندي، كثير انا بشوفهم بالعيادات، بس هيدك انا كثير حبيت شارك الريزولت تبعها على الراديو، لانه ما صار من زمان بلشت تضعف، يعني كيف احنا مع بعض كثير ونطرنا كثير، وكثير كنت النتيجه حلوه بالاخر. اوكي، اول شيء قديه نطرتي؟ هي صار لها تقريبا سنة عم تجي لعندي. اوكي، اجت لعندي كانت اوريدي عم بتتابع مع اخصائيه تغذيه،
من قبل ولقيت حالها انه بعد فترة بعد على نفس الوزن هي منا عم تضعف. اوكي. فايش هيك كنت مفتكرة انه نحن يمكن السيستم رح يكون اقسى رح يضعفها اسرع من غير محلات من المحل اللي كنت عم تتابع عنده. ما كنت هي متوقعة انه المشكلة هي من جسمها مش من النظام الغذائي اللي هي كنت عم تتبعه. اوكي. طبعا اول ما اجيت انا فكرت لها انه هي ما لها مشكله بالنظام الغذائي وانت بدك تطولي ذلك ولانه عندك هذه المشكله الصحيه يعني عم جد بدك تشكري ربك انه انت لو ما تبعتي بهالكم شهر بقطعه من قبل ما على هالاخصائيه او انتبهت على اكلك انت اكيد كنت توصل لعند اليوم انصح كثير من الوزن اللي بلشت فيه عندي. اوكي. فهذا اول شيء انا اللي فكرت لها عنه. وفكرت لها انا كمان قديه مهم انه تكون عم تتبعي على الاكل وعم تنتبهي وبيزيد انه تعمل السبور. فسألت لها كيف هو السبور اساسي بهذا الموضوع، قد ايه هو اللي بيكسر البلوك، قد ايه هي ساكل بيصير. يعني نحن اليوم لما يجي لعنا حدا عنده تخبط بالهرمون كثير مهم يبلش يعمل السبور ليظبط الهرمونات اللي بجسمه، لما يظبط الهرمونات هذا الشيء بيساعد انه الواحد يبلش انه يضعف. وضعفت؟ اول فترة كنت عم بعدني عم بواجه نفس المشكلة معه، اكيد بالاول تحمست والتزمت ومشيت. مع الوقت رجعت شوي تخبيط بنظام نمط حياتك في المدرسة تاكل شوية النقيش. جربنا قد ما فيها نحن انه ما نكون عم نزيد. المشكلة الأساسية انه ما كنت عم تعمل السبور بشكل منتظم. تعمل مرة مرتين بالجمعة بتوقف شهر شهر ونص ترجع. فالسيستم كنت ماشي فيه منه منتظم. لا حديد ما بلشت جامعة. هلا اكيد طبعا بهذا المرحلة لو ما كنت عم بتتابع معي لو انا ما كنت عم شدها لو ما كنت عم تجي لعندي تقريبا كل اسبوعين كنت عم تجي فنجرب قد ما كان نحن نضبط انه ما تزيد بالوزن لانه اذا شوي خبطت بنبتدي انه دغري تاخذ نص كيلو او كيلو. اوكي. بعد فتره لما فتت على الجامعه اشتغلت انا كثير من الصيفيه من وقت ما خلصت الترمينال عملت لها مثل برين واش قلت لها بدك تصير تاخذي معك اكل من البيت لانه بالجامعه بعد حيصير الوضع أسوأ بتصير تاكل من برا اكثر، معقول ما تلاقي وقت للرياضه، فهذا الموضوع كثير اثر عليها. وهذا اللي صار معنا يعني تقريبا بعد ست اشهر فت على الجامعه، الطبخ اللي بتعمله امها صرت اخذه معها، وقفت اللقمشه، وقفت الشوكولا واللقمشه بالجامعه القصص هدول المانا صحيه، صارت على البريك تعمل ساعه سبور. فمن وقتها اول فتره اكيد ما ضعفت انه كان صار فتره موقفه سبور. تقريبا اخذتها الخضريه شهر ونص شهرين وفجاه زادت انه بلشت تدوب يعني صار تقريبا من ست اشهر لهلا هي عم تضعف بالشهر كيلو ونص 2 كيلو مرات اكثر مرات اقل بس هذا المعدل. برافو وكريت ونفسيتها مرتاحه اكيد واكيد اكيد اكيد هذا ستنسلك فيسيو جيهان. كل ما رح تنتبه على اكله وكل ما رح تعمل رياضه كل ما رح تقاوم هالتكيس على المبيد ورح تكون بصحه منيحه. جيهان انا بتشكر مداخلتك ميرسي كتير كتير ويعطيك الف عافيه. وانا اكيد لو ما انت كتير كنت معها وعم بتساعديها وعم بتفسري لها لانه يعني ما اقتنعت تضل هي يعني كل المساج اليوم انه طولوا بالكم في حالات بدها وقت شوي اكتر من غيرها تتقلع وما لحقت تقلعيت خلص يعني بيمشي الحال. مظبوط. Thank you so much جيهان وان شاء الله انا بتمنى لك بون ويكند. Thank you. باي. منتابع لكنا مستمعينا الكرام وكل الفكرة اللي عم نحكيها نحن وجيهان انه بعرف انه هلا صارت موضة وكل العالم هلا هاجم على الرجيمات وكله بده يضعف وكل واحد عم بيضعف اليوم وعم بياخد أدوية وهيك تذكروا انه سنة الماضي كمان جربته والقبله جربته والقبل قبله جربته. مش مهم تضعفوا مهم تتغيروا لحتى وقت تضعفوا ما ترجعوا تردون وما تفكروا انه اذا عملتوا رجيمات سريعة ولحقتوا هالأدوية وهالضحك على العالم وضعفوا 5 كيلو بجمعة وضعفوا 7 كيلو بـ4 أيام وضعفوا 4 كيلو بـ7 أيام هدول أشياء لا بالعقل ولا بالنظام ولا بشي بتصير. وإذا صارت هي لأنه عم بتجوعوا جسمكم بتاكل كتير كتير عالي و99.99% رح تردوهم بأقل من سنة.
بونجور، قد ايه بكلف الفات تيست وفحص الفحص لنعرف شو اللي بنصح وشو اللي ما بنصحنا؟ نحن فحص الدهن بنقدمه كادو على صوت سوري على الجرس سكوب، والفحص تبع اللي بنصح وما بنصح نحن لا نؤمن فيه وما بنعمله صراحة ابدا ابدا. هاي، شو الأحلى، بوزة التلج أو العربية أو الآيس كريم؟ لا أكيد التلج هي أخف شيء كوحدات حرارية، طبعا فيها كتير سكر وفيها ملونات بس ما فيها دهن، ما فيها كريمة، ما فيها شيء. هوليك فيهم كريمة وفيهم سكر وفيهم ملونات وإلى آخره. يعطيك ألف عافية، أنا كنت بالجيم ونزل بس شهر ما فيني سوري. سالي مونيك، انا ايام بجوع بس ما بكون عبالي اكل، شو والله الي نفس اكل شي، شو بتنصحيني اعمل؟ ما فهمت. بونجور، انا ايام بجوع بس ما بيكون عبالي اكل شي ولا الي نفس اكل شي. لا، لازم تعرفوا ليه هالشعور وليش عم بيصير. واحد جوعان وما له نفس ياكل، هذا شيء مش طبيعي ابدا. لازم تشوفي شو السبب، او اذا فيك تتصلي فيه على 0595888885 تندردش انا وياكي ونعرف اكثر شو معقول يكون وضعك. قبل ما كمل حلقتنا لليوم بدي بس هيك امرق شوي لأحكي عن دراسات حول العالم. دراسة جديدة بتقول انه طبعا هذا شيء نحن بنعرفه بس هاي دراسة وبتبرهن اكتر واكتر انه الاشخاص اللي بياكلوا الياف اجمالا عندهم كتير 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 منافع صحية. منها أول وحدة بخف نسبة الموت عندهم، يعني الأشخاص اللي بيأكلوا ألياف يعني إجمالا بيكونوا صحيين بيعيشوا أكتر من الأشخاص اللي ما بيأكلوا ألياف. وانتبهوا نحن عم نحكي ألياف طبيعية صحية، يعني عم نحكي الألياف موجودة بالتفاحة بالخضرة بالطبخ بالأشياء، مش عم بروحوا يشتروا من الفرماشية ألياف وياخدوها أبدا أبدا أبدا. فهذه الشغلة اللي لازم تعرفوها أنه هذه رجعت على دراسة أكتر من 59 دراسة عالمية رجعوا درسون وفوق النظر 185 observational study كمان من العالم، ولقوا انه الاشخاص اللي بياخدوا من 25 ل 30 جرام من الالياف بالنهار كتير عندهم فوائد صحية، كمان عندهم كوليسترول اقل، ضغطهم اقل اجمالا، واجمالا وزنهم اقل. واللي عم بيجربوا يعملوه هيدي بامريكا انه يشجعوا العالم ياكلوا الياف كتير، لانه نسبة الجرامات اللي بياكلوها بامريكا هي 15 جرام بينما لازم تكون تقريبا 30، يعني لازم يدوبلوا اجمالا الامريكان الكونسوماسيون تبع الالياف. وانا بقول انه هذا الشيء بيتطبق عنا بلبنان خاصه على الجيل الصاعد، مش من العمر، نحن الكبار بعدنا بناكل فواكه وخضره وبناكل طبخ. هذا الجيل الصاعد، هذا الجيل كارثه كارثه، عم بيصير كثير امريكاني اذا بدكم بنوعيه اكله وبمبادئه بالحياه. اذا بدكم قد ايه بيمشوا قد ايه بيعمل رياضه، يا بيروح على الجيم ساعه وبيضل قاعد كل النهار، وهذا الشيء كتير 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 غير صحي. وما بما لازم، مش ما لازم نروح على الجيم، لازم نروح على الجيم ساعة بس لازم بالنهار كمان نضلنا عم نتحرك وما نضلنا قاعدين نهائيا. القعود كل نهار شيء نهائيا منه صحي وكتير كتير خطير. فنتابع 0595888 5 إذا بتكون تسمعوني صوتكم وواتساب بيتكم، والطلب للفحص الدهن المجاني من عيادات صحي وسريع الخمسة، يعني بنعطيكم فري فات تيست على 0398-91-99. مدام مونيك، لاحظت انه بيور بوك بتستعملي موتزاريلا تشيز، is it unhealthy؟ وبليز بدي اسألك عن سبانغ، اذا فين ست حديد نسبة حديد عالي، وشو هو على شوي الغنية بالحديد. I love you very much. أول شيء بستعمل موتزاريلا تشيز، في منها لايت وفي منها عادي. إذا السبانخ فيه حديد بس مش مثل ما أنتم فاكرين مثل بوباي، يعني كل الخضار الداكنة اللون إجمالا مصدر للحديد، بس إنه مصدر صحي منه فوق الطبيعة. هيدا misconception. ألو الو بونجورين، كيفك مونيك؟ الحمد لله تبا الحمد لله. بدي اسالك، انا جوزي كل ما عم ياكل قشقوان بس عم يعمل جري. زيت نوع القشقوان؟ زيت الماركه؟ كذا نوع عم يعمل جري.
وإذا جبتي له إذا جبتي له بارميزان؟ لا ما بياكل هو من الأجبين كلها إلا يا قشقوين بس. ماما ما بياكل لا بارميزان لا جبنة بلدي ولا شيء، بس هو بياكل قشقوين ترويقة. هلا له فترة كل ما عم ياكل بيعمل دياري، جرب يغير مثلا ياكل لبنة ما بيعمل دياري، ياكل زعتر ما بيعمل، بس على القشقوين. بحياتي سمعت إنه حدا بس على القشقوين بيعمل دياري كتير قوي مع مغص وبطنه هيك بصير يغلي بتعرفي. وعم تاخدي غير نوع قشقوين وما عم بيأثر؟ ايه غيرت كتير اللايت المش لايت، اسامي كمان بتعرفي في ماركات غيرت له، حتى جبت له اغلى شيء قشقوين غنم بقر نفس النتيجه، يعني مستغربه من هالشيء. ما في شيء يعني. ما في شيء بيدعي لهذا الشيء ابدا ابدا ابدا. اذا ما تروق قشقوين شو بيتروق؟ لبنه او زعتر. وبزيت الخبز؟ زيت الخبز نفس الشيء. وبس يشرب بس ياكل قشقوين بيشرب شيء معه تاني مثلا؟ لا. شرب لا 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 عطول هو ترويقته هيك وبس قهوه. وبتسخنيها انت للقشقوين على النار؟ لا لا اول مره بحياتي بسمع انه بس على القشقوين. يعني لقلك انا بس يعني جربتي حلوم مثلا لبنه جبنه كذا؟ جربتي حلوم؟ ما بياكل. لا جرب بدي اياه ياكل حلوم انا تنشوف شو بده يصير. جربتي له مثلا موتزاريلا؟ ما فيني نسمي يعني مثل القشقوين شكله اصفر. لا لا هو بس بياكل بيتزا، بس اي نوع جبنه تاني بداخل بالاكل ما بياكل. وبس أبقى. ياكل بيتزا ما بيعمل جري؟ لا ما بحيات حياتي سمعت بهالشي. ما في تفسير علمي للي عم بتقولي صراحة. ايه ولا انا يعني انا استغربت، قال لي بس على القشقوين. قلت لو عندك حساسيه اللاكتوز او شيء على اللبنه؟ لا 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 اكيد اكيد ما خص اللاكتوز ولا الكازيين، لانه الكازيين كمان موجود بشيء ثاني. نو ما هلا اذا في شيء سبايس معين بيزودوه بالقشقوين انا ما بعرف. جربي له شغله بس بعد اذا فيك تجيبي، فيك تشتري البارميزان. هي عرفتي البارميزان جبنه اللي بتنحط البارميزان بيبرشوها هي حده بس بيقدر ياكل منها ساندويتش؟ ايه فيها كثير طيبه بياخذوها وكتير طيبة بساندويش أكيد. جيبيها سلايست وجربي له إياها تنشوف إذا نقلك شو الشغلة الوحيدة اللي معقول إذا عمل جري على البارميزان بيكون، لأنه بيكون فيه كوندنساسيون كتير عالية من الحليب عرفتي؟ فممكن هيدا الشيء، بس هي أول مرة بحياتي بسمعه. ايه وأنا جربي بارميزان. أسألك إنه بحياتي ما سمعت حدا على القشقوين بس بيعمل جري. جربي البارميزان إذا وإذا عمل الجاري في إلى تفسير نحكي فيها جمعة الجاي. رح جرب له إذا بيجي عمل جاري رح أرجع أحكي. بس بدك تحطي له بالساندويش زيت الكميل بتحطيها من القشقوين، مش إنه بتريشي له شوي عرفتي؟ لا لا نفس الشيء أحط له. أنا بحط له 3 سلايس بالترسين بياكل هو أبعاد. خلوني أعطوك سلايس بارميزان مع إنه صعب شوي يطلع معهم سلايسات، بس إنه تقريبا زيت الوزن. أوكي؟ طيب تكرم عيونك، أهلا وسهلا فيك. حدا عم بيقول بتنصحيني اعمل قص معدة وزني 108 وعمري 100 عمري 31 وطولي 1.72 علي رح شف لك بنصحك. يا ريت بتحكيني. ايه انا ماني ضد العملية ابدا ابدا ابدا، بس بدي اعرف ليه بدك تعمل عملية، كم مرة صرت مجرب تضعف ومش زابطة معك، واهم شيء اهم شيء اهم شيء لازم تكون عارف وين رايح بالعملية. يا ما في ناس عملوا العملية ورجعوا ردوا كل الوزن لانه ما تغيروا. بتتغير وبتعمل العملية اكيد الجواب ايه. ما تعمل العملية وتعتمد بس انه العملية هي اللي لح تضعفك، هي بس بتضعفك اول مدة، بس بعدين بعد سنة وسنتين اذا ما تغيرت بترجع بترد كل الوزن، مش كله بترجع بترد نسبة كتير عالية من الوزن اللي ضعفته. حدا عم بيسألني شو بتعرفي عن الكافيتيشن لريديوس بالي فات؟ ما عندي اي فكرة بهذا الموضوع. انا بالنتيجة اخصائي التغذية وبعرف انه تتضعفوا الدهن once and for all، بتكون تخففوا اكل اليوم وبكرة وبعد 100 سنة، وبتكون تعملوا رياضة اليوم وبكرة وبعد 100 سنة، وبتكون تصيروا حركين اليوم وبكرة وبعد 100 سنة. الله معك مدام مونيك، كيفك؟ مدام مونيك بليز، انا من سنة وشهرين عملت عملية سليف. انا طولي 1.70 كان وزني 134، نزلت ل 80.8، بس من جمعتين طلعت كيلو. هل هالشي بخوف ولا طبيعي؟ لا جوني، كيلو منه مشكل ابدا ابدا ابدا، بس بدي اطمن انه انت تغيرت جوني. يعني من سنة صرت انسان رياضي، صرت تعمل سبور، تنتبه على اكلك، هلأ تنصح شوي طبيعي. نحن بنعرف انه اول سنة بتنزل وبترجع بترد تقريبا 5-6% من الوزن اللي ضعفته. إذا أنت تغيرت يعني صرت رياضة، بتنتبه، ما بتخربط بأكلك إلى آخره، يعني تعتمدت نظام حياة أحسن.
وإذا لا فيك تبلش بكيلو ليرجعوا تقريبا كمية كتير كبيرة منهم. الفول الأخضر قديش مسموح ناكل منه؟ يعتبر بروتين؟ أكيد فيه. أنا نحن بنعتبره خضار فيها نشويات بس هو أكيد فيه بروتين. قديش فيك تاكل منه؟ يعني بدل تفاحة تقريبا 20 قرن كبار من الفول. بتعرفوا في صغار وفي الكبير يلي بيطلع لك حبته كبيرة ما يعادل تقريبا 20 كبار. منحبك كتير صالح من سوريا، تحياتي إلى سوريا. شوربة عدس منيح وفواكه وطبخ ويخني ورز هيك منيح. أكيد شوربة العدس رائعة رائعة رائعة، أصلا هي مصدر كتير قوي للحديد لأنه الشخص اللي عم بيسألني السؤال وعنده فقر دم. الفواكه كتير منيحة، طبخة يخني مثلا فاصوليا ورز كمان كتير منيح. أكيد هذا هو المطلوب. نتابع لكن نحن ناطرين اتصالاتكم، بحب اسمع صوتكم. عندي اتصال لا فويس 0595888. بونجور موني، كيفك؟ منيحة. معك غلوريا. أنا صار لي مولدة شي 4 أشهر ونص تقريبا. هلأ بفترة الحمل طلعت 17 كيلو ونص. أنا أساسا وزني بين السوسون والسوسون دو، وصلت لمرحلة السوسون ديس يعني لا سوسون ديس سوسون ديزويت تقريبا. هلأ ضعفت وكل شيء وهيك وشكلي كله كتير منيح، بس بعد في عندي مشكلة ميلة البطن والمعدة. ما بعرف شو الحل تبعي. طب بعدها مبينة مثل كأنه نافخة نتفة بس هي فاضية، شو الحل اللي مفروض اتبعه؟ طيب هلأ هيدا ما بعرف، في كتير ناس بيصير عندهم ترهل بالجلدة. أول شيء بدك تنزلي لوزنك وبدك تعملي سبور، بدك تعملي معدة حتى تجربي تشدي هالميلة هون. وإذا هذا أول بيبي غلوريا فيك تنطري حتى تجيبي تاني بيبي، وبعدين تستشيري حكيم. إذا عن جد رجعتي لوزنك وعم تعملي سبور كل يوم وعم بتعملي المستحيل، وفي كتير في ناس بيصير عندهم ترهل ببطنهم فوق الطبيعة وهذا ظلم، بهالحالات هاي أنا بنصح إنك تجيبي تاني بيبي وبعدين ترجع تعملي عملية زبطة الشيء اللي صار. في نسبة نحنا منشوفها يعني منا طبيعية، هذا بيكون في صار شيء يعني لازم تستشيري طبيب تجميل لشد المعدة وهذا ظلم. معي اتصال. الو بونجور. كيفك مونيك؟ الحمد لله. كلود معك. اهلا مونيك، هالجمعه نعم بدي خبرك انه انا عم فتش على وظيفه، دقوا لي الشركه هي للبروتين. اوكي. فعملوا لنا ميتنج امبارح. شوفي بالميتنج شو بيقولوا لنا، بيقولوا لنا بدنا نقول للعالم الخياره ما بقى تسوى، التفاحه ما بقى تسوى، كلها مواد كيماويه، اللبنه ما بقى تسوى، فلازم انتم تاخذوا البروتين من شان صحتكم. تفضلي. نعم هيك عم بيقنعوا الشباب تخيل. ايه وشوفي كم شخص نحن كنا جوا كتار، العالم بلا شغل. العالم بلا شغل، ف بيرجع بقولونا انه اذا اقتنعتوا او لا، انه اول شيء بدنا نبلش فينا ناخذهم نحن تنبيع غيرنا. وحتى عم بيقولوا لهم اذا عندك سكري بيروح السكري، بيروح الضغط، بتضعف 30 كيلو 40 كيلو. وهول البروتينات وين عم بينباعوا؟ وين ما بدك، بالجيم عم بينباعوا كمان. مش هي، هو منو جيم، هي شركه عالميه هي. ايه عرفتها. ايه للاسف. نعم بعرف شو عم بيصير. يعني نحن شو بدنا نعمل؟ نحن واجباتنا نعمل توعية، وهذا الشيء أنا بلاقي إنه قانون بده يجي من وزارة الصحة تمنع، لأنه في كتير بلدان عربية عم بعرف إنه عم بيمنعوا هالشيء بقى، هالتداول والكذب والفولس كليمز، يعني عم بيمنعوه نهائيا نهائيا نهائيا، لأنه بالنتيجة البلدان المحترمة وزارة الصحة هي اللي عم تدفع حقها. فنحن ما بعرف قد ايه فينا نساعد كلود بهذا الموضوع، شيء بيزعل. نعتمد على هالبرنامج ويكون في توعية، وأهم شيء انتبهوا على الشباب، ما بقى حدا ياخد بروتين شيكس، ما بقى تاخدوا بروتين بارز، ما بقى تركزوا على البروتين، بروتين وين ما كان. عن جد حتى عم بيبيعوا هولي كلهم وكلهم شباب واقتنعوا للأسف. مرسي يا كلود، مرسي على مداخلتك، مرسي، thank you so much. اخ
ست الكل، انا عندي مشكلة كبيرة، اذا كان انا كانت حياتي طبيعية وجسمي كان وزني 87 كيلو وطولي 1.82 متر، ولسوء الحظ اني ادمنت على المخدرات وما عم بسترجي روح على مستشفى او طبيب وخايف من الفضيحة، شو الحل؟ وهيدي الايام ما عم باكل ولا اشرب على هالحال، انا ما بشرب عي على هيدي الحالة صار لي سنتين. شي كتير 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 بزعل. اكيد 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 لازم تروح، في كتير عالم، في ام النور، في كتير مؤسسات بيساعدوا العالم اللي عندهم ادمان، وانا ابدا 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 ما بحكم على شخص، كل انسان عنده ظروفه، بس بتمنى عليك بتمنى عليك بتمنى عليك، ما بعرف مع مين عم بحكي، اذا 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 عم تسمعني بس حط لي انه اوكي، انه بليز 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 جربوا اعملوا شيء، ومش عيب، عيب انك ما تروح وتلاقي حل. وفي كتير ناس عم بيروحوا على المستشفيات ويعملوا يطالبوا بال انه يتعالجوا، ابدا اوعك تستحي، بالعكس روح وتعالج، لانه اذا ما تعالجت شيء شو مهضوم حط لي اوكي، اذا ما تعالجت حياتك بخطر. مش عيب الانسان يوقع، العيب الانسان ما يوقف، كلنا منوقع مش انت الوحيد، كتير ناس وقعت، وحتى في كتير ناس بيصيروا هنن يطلعوا ويبشروا ويعلموا العالم المخدرات وين بتعمل وشو بتعمل. بليز كون جريء وروح صعوف حياتك وحياة اهلك، لانه انا اكيد ان اهلك حيتشقفوا اذا عرفوا شو بك. مش غلط غلط ما تسأل للمساعدة، ابدا ابدا ابدا، مثلك مثل مليار انسان وقعوا ضحية هالاشياء. بدي اقول لك مرسي كتير على الهامبرجر والتشيكن برجر الطيبين، ما معقول ريحتهم بتشق القلب بالبيت انا وعم بعملهم، يعني خصوص اللحمه بهاراتها بيرفكت رائعين، يعني انا ما باكل لحمه باكل تشيكن، فزوجي وزوجي حدا كتير بيكي، فقال لي واو واو واو، قال لي من وين جايبتيهم؟ وقت قلت له قال لي اوف مبينين مش هيلثي قد ما هن طيبين. اخذين فكره انه الهيلثي مش طيب، في ناس هيك وزوجي منهم، فثانك يو كتير 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 عن جد. وعبكرة رايحة أجيب وعب التلاجة كلها. مهضومة كتير يا مينة. والله شو العيلة عم نعمل استكشافات من وين جايبتيون يا مهضومة. Thank you so much. وعن جد انه بكل فخر، هلا بعدهم نحن ما نزلوا على السوق، انه بس بعدهم بالعيادات بتجربة بس، وحتى العالم اللي عم بتتابعني على الانستغرام فيني يشوفوا انا اليوم كنت عاملة chicken nuggets وحياة عيوني شي ولا معقول شو طيبين. هاي انا جسمي منيح وباكل منيح، بس عزيد صورتي ضعيفة، كيف فيني عليها؟ انصح شوي، بس بدي البس صوارة بدي ضيقها عقد الايد البيبي. تانكيو مدام، هيدي مزبوط 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 خلقت ربنا، يعني كأنك عم انه معقولة حدا يطلب مني ينصح ايده؟ لا ما بتصير، ولا تجربة، يعني ما في مجال، الا ان شاء الله لا، لانه بدك تنصحي كتير كتير انت تتنصح ايدك، وهذا الشيء ما بتمنى لك، بفضل 100 مرة تضلك تقصري اصويرك من ما انه انت يزيد وزنك. هاي what time is the best time to eat سحور؟ انا برأيي اخر وقت ممكن، يعني قبل الـ بس يعني اكتر شيء قبل ما يبطل الوقت مسموح. كمان سألتني شو معقول ناخد على سحور، ما انا كتير فسرت اول الحلقة، بعتذر. جمعة الجاي مثل اليوم اذا بتابعين على الانستغرام فيك تسمعي اول حلقة اليوم. فاصل اعلاني ولح ارجع لكم مستمعينا الكرام، ما تنسوا ان انا بضلني معكم وحدكم، وبتمنى نضلنا سوا على طول لساعة تنتين، بس عادة بيخلص البرنامج بعد عنا ساعة. صحي وسريع، صحي وسريع بيرجع بعد البريك. نتابع مستمعينا الكرام حلقتنا من برنامج صحي وسريع، برنامجكم الغذائي والتوعية الغذائية. بعد معي ساعة لحتى جاوب كل الواتسابات واتواصل مع مين ما كان بيحب يحكينا. ما تنسوا انه فيكم تستفيدوا تاخدوا فحص دهن مجاني بعيادات صحي وسريع الخمسة، اذا بس كتبتوا لي كلمة فاتس على الواتساب على 0398919.
بعرف انه في كتير تناقض بعالم التغذية باشياء كتير معينة، بس انا من الاشخاص اللي كتير بيأمنوا بالماركتينج الغلط اللي عم بيصير وين ما كان. فهلا بهالدراسة الجديدة عم بيقولوا انه حتى الاشخاص اللي بياخدوا انتي بيوتيك وبينزلوا بيشتروا بروبيوتكس، في كتير دراسات بتقول انه منا هالشي المفيد. بعرف انه بدي اقول لكم شغله ورح تستفرغوا بس تسمعوها، رح اقري لكم شو هي. عم بيقولوا انه the fastest recovery was seen in a third group who after the course of antibiotic was finished were given a transplant of their own fecal microbiota collected before they took the drugs. سو اخذوا من الخروج تبعهم ال البكتيريا اللي كانت عايشة بالخروج، وبس أخذوا الكورس أوف أنتيبيوتكس رجعوا عملوا لهم ترانسبلانت، يعني رجعوا مثل كأنه حقنونوا ليهن لهالبكتيريا هيدا بالمصران، ورجع المصران صح بطريقة كتير 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 سريعة. فبيكملوا بيقولوا إنه such transplants are an effective treatment for microbiota for a bacterial infection that affects many hospitalized patients after they take antibiotics. وعم بيقولوا إنه حتى بالمستشفيات العالم اللي بيضطروا إنه كتير ياخدوا antibiotic كتير عالية، في بعض المحلات عم بياخدوا هالبكتيريا من الخروج قبل ورجع يحقنون فيهم من بعد الكورس of antibiotic، خاصة إذا كان كتير كمية عالية ولوقت كتير طويل. معي اتصال. ألو ألو بونجور، أهلا، كيفك مدام مونيك؟ الحمد لله. ميرنا معك. أهلين. بدي أسألك، أنا من 3 شهور عملت دايت كتير كتير قاسي، نزلت شي 11 كيلو. أوكي. بس بهذا الدايت ما كان في شي أكل، كان في بس خضرة، خضرة وبس. أدي وزنك؟ هذا شي غلط، وأنت ما ضد هذه الفكرة كلها. أدي وزنك؟ هلأ صار 75، كانت قبل 86. أوكي. فبدي روح على لعندكم، لانه بدي واقف عند هيدا الدايت، ما بقى فيه كفي اصلا بهذا السيستم. قدي اخدتك تنزلتي على 11 كيلو؟ 3 اشهر. 3 ايه، وشو بتاكلي كل النهار؟ اعطيني نموذج مثلا. اوكي، نسكافيه الصبح زيرو فات، من بعدها بيضه مسلوقه، من بعدها 2 حبش مع خسي، بعدين لبن عيران سانتيفيا، هدول كلهم قبل الغداء. اوكي، على الغداء شيء خضره، يعني يا لوبيا بزيت يا باميه بزيت يا شيء، كل شيء بس بيتعلق بالخضره. اوكي، من بعدها في شيء حبه فواكه، كيوي او هيدا او انه شيء فواكه، ومن بالعشاء سلد مع 2 حبش او تون. 3 اشهر على هيك تنزلتي بس 11 كيلو؟ ايه. اف، وشو عملت رياضه؟ ما عملت رياضة لأنه ما في أعمل رياضة، مع هيك أكل ما بيكون عندك لا باور ولا شيء بتقدر تتحرك يعني. أوكي، دغري بتقشطي. طب ليه عملت هيك؟ لأنه بدي أنزل بسرعة وببقى فيه أتحمل هيدا الوزن، 86 مولدة جديد، ويعني بدي أنزل بسرعة قبل الصيفية. قدي عمرك؟ 35. وهيدا أول بيبي؟ نو، تاني. بعد فيه ولاد؟ لا خلص وقف. أوكي. اوكي، بدي اروح لعندهم على العياده، خايفه شغله وحده بس، انه اذا جات اكل عادي او مش عادي، يعني اذا جات اكل مثل ما لازم ياكله، كل حدا بده ينزل بالوزن، بيرجع بنصح؟ يعني اذا انت بدك تعطيني، انا رايحه لعندكم من شي 6 سنين قبل ما اتجوز، رايحه لعندكم وضعفت شي 6 كيلو بوقتها. بس لين صحتي هالقد يعني شو بدي جاوبكم؟ انا اليوم عم بيجي احكي بالمكتب وعم نحكي قالوا المونيك حاجة تقس العالم وتقولي لهم انه الواحد ما لازم، انه طب كذب عليكم انه انا هاي شغلتي وعملكم توعية، اذا ضعفتوا بسرعة there is no way انك تحافظ على هالوزن الا اذا ضليتك تاكلي بهالطريقة هاي. يعني حتى انا انه تقوعدك وعد شرف انه ما حترجعي تنصحي، لا ما بحكي كذب عليك وقول لك انا بوعد. حتى لو رحت على العياده لعندك وحتى لو بلشت امشي بدايت بلا لا بالعكس، معنا معقول بعد تضعف كتير، لانه نحن رح نعطيكي اكل تقدري تعملي رياضه، وانا بلا رياضه ما بقبل، ما في، ما بعرف يعني ما بعرف كيف بدي اقنعكم انه هي مش مهم تضعفي. عمرك 35 سنه بس، ركزي معي. شو حيصير فيك بس يصير انه هلا هالصيفيه ما رأيت ونزلتي على البحر وانبسطتي وبعقدوا برافو. طب شو حيصير فيك بس يصير عمرك 45 سنه؟ ما بدي ضلني انه مسابرة، انا خلص وقفت بيبيز، وقفت يعني انا بوعدك وعد شرف انه رح تضلي كل حياتك عم تعملي رجيمات، اذا ما اقتنعتي انه هيدا سيستم بدك تابعي كل حياتك، ما بقى تعملوا رجيم وحياتك. انت شو هدفك تصير وزنك؟
يعني انا ما بنزل كتير، انا حدا كتير صعب انه ينزل اصلا. اوكي قدي حابة تنزلي؟ انه انا شي 63 65 بالنسبة لإلي هيدا يعني الايديال. شو 65 ضعيفة؟ شو 65 كيلو يعني؟ إيه انا طولي، انا طولي يعني 65 متر 65 إيه يعني بتعقدي؟ شو يعني 65 يعني بتعقدي انه منك عاطلة ابدا ابدا ابدا؟ شفتي كيف تحطوا اكسبكتيشنز لحالكم؟ اول شيء كتير 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 عالية، هيدا شغلة لازم تعرفوها، انه انا ما بدي كتير، بدي بس صير 65 ووزنك متر و65 واصلا انت صعبة، يعني عم تطلبي شيء جسمك مش معمول. تعي طلبي من ملكة جمال تصير 65 كيلو، بتكب حالها من الخامس، بتقلك لا انا اذا بصير 54 ما بقبل، لانه هي وزنها هيك، هي جسمها هيك. سو انتو تقبلوا انه انت يعني اوكي 70، لا نقول 70، عم بعطي مثل، انت بعد عندك 5 كيلو تتضعفيهم. اوكي اوكي قد ايه عمتي حالك وقت؟ يعني بشهر لازم انت 5 كيلو. ايه ما توجهي على صحي وسريع يعني، ما حتى ما تلفني هلا اذا ما حتقتنعوا. ما هيدي كل ايه، انا قلت لهم اليوم انا بفضل سكر عيادتنا، ما بتضحك على العالم، انا ما بحب اكذب على العالم. اللي بنت مثلك اذا بتقبل انا معي بدك وقت، لانه اصلا جاي لعنا مهترية، جاي لعنا قاعدة بلا اكل، جسمك ما بيعرف اذا هي حرب العالمية الخامسة او انت قررت انه ما تقعد تاكل، جسمك قاعد بلا اكل صار له 3 اشهر. يعني اول ما تبلش الطعميه رح يصير عنده رغبه بالاكل. وانت ما منه انا خافي يعني، انا اكيد خافي. لا هلا لكايتي انا شو بتنصحيني فيرست ستيب اعمل؟ اكيد يعني. اكيد اكيد تعي لعنا، لانه نحن شو ما عملنا لك رح تكوني محاطه بطريقه مزبوطة، وتكوني عم بتتابعي حالك اسبوعيا. بدك تبلشي تعملي سبور، روحي اشتري تياب سبور جديد، وحطي براسك انه انت رح تتغيري. بدنا نرجع. انا بلشت اعمل يعني عم بعمل سبور، بس ما بعرف اذا هذا السبور اللي بدلي عم بعمله هو صح. يعني بلشت بيرسونال ترينر. حبيتي؟ بعمل دو سيونس لحديت هلا. حبيتي؟ حسيتي فيك تعملي كل حياتك؟ محرك حالي يعني بدك تعملي كل حياتك، كل حياتك سبور اللي عم تعمليه. انا اليوم ركضت 10 كيلومتر، امبارح عملت ساعه الابتكل، اولت امبارح مشيت ساعتين، ما بوقف اعمل رياضه. ما فيكم من زمان ايه؟ اصلا عندي كتابك من زمان وكل شيء يعني. يعني ليكي سكري وبعتيلي واتساب هتطلبي فحص دهن اي اس اي بي. صراحه عم تساليني انا بالراس بلاقي احسن سيستم هو سيستم صحي وسريع، لاني انا ما في شيء بقوله ماني عايش انا. وبدك تنتبهي يعني انت كمان لازم تكوني نداء لكل مرة حبلي انه انتبهوا بالحبل. الحبل مش وقت انه واحد ياكل قد ما بده وبعدين بضعف، لا، بالحبل بدكم تنتبهوا كتير 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 تما تدفعوا حق غالي بعد الحبل. يعني ستا مود دو في، انا هيدا اللي بعرفه بعد 25 سنة خبرة. مش مهم تضعفوا، مش مهم تضعفوا، مهم تتغيروا. اوكي يعني يلا ناطرينك. يعني انا اذا رحت هلا على عياد صحي وسريع بيعطوني دايت بضلني انزل، ما بصير بلوك يعني، ما بعمل بلوك. انا ما وعدتك هيك، ما وعدتك بنجوم الليل ابدا ابدا، بنجوم النهار ابدا. انا عم بقلك بوعدك انه بتتغيري بتضعفي، واكيد اكيد بتصيري 70 كيلو، بس في شغل اليوم وبكره وبعد 10 سنين. اوكي اوعى تكملي بالرجيم اللي عم تعمليه، اوعى. اوكي اوكي طيب، تكرم عيونك. اهلا وسهلا فيك يا اهلا. يعني هو العالم شو بيقهروني، ايه بموت بموت، بيعرفوا انه غلط وبتشوف ان مش بيقهروني، بتفهمهم بس والله والله كل كيلو عم تضعفوه غلط، وحياة عيوني رح ترجعوا تردون. مش انه عم بمزح، وخاصة هلا الادوية اللي دار بالسوق لك عم بيبيعوا مي، عم بيبيعوا مي بتضاعف يا جو. طب بتصدي انا بدبي كان في واحد جاي عم بيقنعني انه انا جيب مي على لبنان قال بتضاعف. طب معقول؟ طب معقول؟ ما بعرف انه هي المي شو هاي تتكون مثلا، ما بتتروق بتشرب هاي المي، وما بتتعشى بتشرب هاي المي، وشوف قديه رح تضعف. عرفت انه عم بضعف من ورا المي، مش لانه انتو بطلتوا تتروقوا وبطلتوا تتعشوا. اوكي anyway، اذا ما رحنا بونجور مونيك، اذا وين ما رحنا صارت الثقافة مع التدخين بشراهة والارجيلة شي عادي. انا ما بدعس بولا مطرح في دخان، وما بلا عندي أصحاب لأنه ما بيزوروني بسبب منع التدخين ببيتي، وما بظهر معهم لأنه ظهراتهم كلها أرجيلة ودخان. المشكلة أنه حتى بمسلسلاتنا في تشجيع للدخان، حتى الدعايات، وفي أخصائي تغذية بشجعوا على السيجارة للتضعيف، وكل ما بفكر فيلم من هالبلد بفكر قديه بحبك. أحلى غبرية أنه فيكم تسمعوني برات البلد، يعني مش ضروري تكون بلبنان لتسمعني، أنا موجودة من وين ما كان فيكم تسمعونا عبر جرس سكوب FM.
مدام مونيك تخيل امبارح كنت مع زور كنت عم زور جارنا مريض ببيته لأطمن عن صحته لأنه عانى أكثر من شهرين بالعناية الفائقة من كافة الالتهابات وإذ جوزته وصديقاتها الأرجيلة بفمن والدخان حوالينا مثل المشاحر وما فيك تحكيهم ولا كلمة عن الموضوع. أما على يمين 8 أرجيل ناطرين ولادهم الشباب وأكيد الزوار. وشو اسمه هيدا؟ جهل غشمنة بنظري اسمه كارثة اجتماعية. أكيد 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 شي بفقع القلب. ما عم بقلكن أنا إجل عندي واحد أمه بتعمله 13 أرجيلة بنهار. والله العظيم مش عم بمزح. 13 أرجيلة بنهار بأرجل وأمه اللي بتعمله إياهن. إلا هو ابن مسكتن للأرجيل كلن من البلكون وكسرتن. بونجور، انا على الافطار ما باكل كتير، ما بحب اشبع كرمال ما اتضايق وحس بتخمه، ونحنا بنفطر عادي طبخه واحده مع شوربه وسلطه، بس بعد الافطار بشي ساعه ونص بجوع، باكل حبه فواكه بس ما بكتفي، برجع اكل شوي من طبخه الافطار. هالشي منيح او لازم اعمل ساندويتش صغير افضل؟ لا كتير كتير منيح، ابدا ابدا بالعكس. وانا بتسحر مثل الترويقة ساندويش لبنة مع خضرة وفواكه، وخصوصي انا ضعفاني 15 كيلو بطريقة صحية او سنتين تقريبا، وهلأ وزني 60 وعمري 31 ومني حابة ارجع انصح. لا كتير كتير منيح اللي عم تعمليه، ما تنسي المي. هلو انا شركة مخلفة 2 months، صار لي مخلفة 2 months، في بلش دايت ناو وسبور؟ مدام فيك تبلشي انت وحامل، نحن نتابع السيدات الحوامل. ما تنسوا اللي بده يعمل فحص دهن اليوم بعد ولا حدا طلب يعمل فات تست، بعتولي كلمة فات تست لحتى تستفيدوا بفات تست ببلاش من عيادات صحي وسريع الخمسة، فبس كتبولي على الواتساب 0398919 فات تست. بونجوريك مدام مونيك، زوجي مرتفع معه الكوليسترول والتريجليسيريد 370 التريجليسيريد، وزنه 81 وطوله 1.68 متر، عم بياخد دواء كرمال تخفيضه وعم بيغليله ورق الأكيدينة ويشرب منه على الريق بس مش عم بيعمل سبور وبدخن كتير. اخ بليز شو بتنصحيني بهذا الوضع كرمال سمعوا كلامك، لانه حضرتك الوحيدة الكلامك بيقنعوا ومرسي. يعني شو بدي اقولك، عم تعمل طبخة انتحار منا طبيعية، كوليسترول وتريجليسيريد ووزن زايد شوي منه بلا وزن زايد ودخان. يعني ما قلتي لي قدي عمره، لانه ان شاء الله ما يكون عمره بين 40 و60، لانه ماشي طبخة مثبتة علميا. ماي 3 months now انا breast feeding وبطعمي وبعطي مرة فورمولا بالنهار بس كون بالشغل. he's underweight بس طوله منيح. his doctor told me to increase formula كرمال يزيد وزنه. شو رأيك بليز؟ مهم الوزن يكون عالي اذا الطول منيح. ابدا 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 مدام بليز ما تعطي فورمولا بليز. بترجيكم ركزي على البريست فيدينج تبعك، اذا فيك بالشغل تسحبي له من صدرك وتعطيه وبعد شوي بلشي له اكل. بترجيكم انا بنصحك اذا هو على الاربع اشهر في شي حكيم بيقلك تبلشي له اكل، بفضل مليارين الف مليون زليار مره ترضعي وتعطي طبخ، تعطي خضره يعني طبعا بطريقه مزبوطه. نحن بنعلمك كيف تعلمتك طعميه من ما تعطوا فورمولاز، لانه ابدا مش مستحب. انا هذا رايي. وضلها ضعيفة، تصلي تضلها ضعيفة كل حياتها. هاي مونيك، do you consider elliptical same as treadmill although the arms move much more with elliptical than with treadmill؟ لا التريدميل اجمالا بتحرق شي 30% اكتر اذا عم تعملوا ذات المسافة، يعني 10 كيلومتر مثلا او 10 كيلومتر وعلى ذات الانتنسيتي يعني 6 كيلومتر بير اور. يعني اذا انتوا على التريدميل عم تعملوا 6 كيلومتر بير اور او على التريدميل عم تعملوا 6 كيلومتر بير اور، بالتريدميل بتحرقوا تقريبا شي 30% مور اكيد. بس مهم، ما هو اوقات ما بتعملوا 10 كيلومتر بالالبتيكال بتعملوهم بالتريدميل، يعني سيرفيان اومام تقريبا اذا عم تستعملوا ساعه بساعه. سلام، بعد الافطار اي افضل شراب؟ جلاب او تمر الهندي؟ ولا دي ولا ده، افضل شي بعد الافطار تشربوا مي.
صباح الخير مونيك، بدي اسألك عن التمر هل بيضر يلي معه سكري؟ يعد فواكه وفواكه مركزة بالسكر طبعا، سو مريض السكري فيه ياكل يا تفاحة يا ثلاث تمرات كبار. ومرسي، نسبة التخزين معي 8.5، لازم تبلش دواء وتشوف حكيم ASAP. بونجور، كيف فينا ناخد موعد لنعمل فات تست؟ انا ببعث لكم كل التفاصيل، مهم تكتبوا كلمة فات تست وبعت لك كل التفاصيل. عنا واتساب فويس مسج 39 ثانية، بنسمع اوله. جو بونجور مدام مونيك، مدام مونيك المدام اللي عم تحكيك عن الأشقوين، ليكي أنا بدي أقول لك شيء كمان، أنا بتصير معي بس مش أنا ما حسيت إنه من الأشقوين، بتحسي أوقات بس أنا مثلا أنا شخصيا بس يتغير الطقس بس يقلب الطقس بحس فيه هيك الصبح بصير في عندي شوية الجري إذا باكل أشقوين، بس إنه مش ما بحس من وراء الأشقوين لأنه أنا باكل غير شيء. ميرسي جو، وصلت الفكرة، مرسي كتير. بس بدي أطلب منكم بس تبعتوا فويس تنقدر نفتحه، بده يكون أقل من 30 ثانية لأنه هيدي قوانين الإذاعة. يعني هاي مونيك، بليز شوف في أكل بيساعد تيعمل جاري أكتر من غيره، كوز بعاني من الكونسيباسون from time to time. كيوي بقشرة، عرفت من الكيوي بقشرة من أول ما جيت، وهي أنا لقلي حل رائع وممتاز. في واتساب جو بليز. ست مونيك بونجور، يعطيك العافية. ست مونيك سؤال بس، مرتي طولها 173 ووزنها 59، بدها تزيد وزنها شوي، شو فيها تعمل؟ أول شيء ما تأرجل وما تدخن، هذا شيء كتير كتير طبيعي. وبعدين مرتك وزنها منيح، وإذا ما بتاكل بدها تزيد أكلها، تشرب عصير أكتر، مثلا عصير طبيعي طبعا 100%، تاكل مكسرات نية أكتر، تاخد فواكه مثل الأفوكا. بس إنه هي وزنها رائع مانوكا، يعني على الحدود، ما بعرف ليه بتكون إياها تزيد وزنها، خليها ضعيفة وصحتها منيحة، ليه لا. هاي مدام مونيك، انا بنتي عمرها 33 سنه، انا بنت عمرها سوري 33 سنه وطولي 1.72 وزني 57 كيلو. اكلي الطبيعي انه بفطر وبتغدى وبتعشى بكميات قليله، وباكل مرتين بالنهار فواكه، يعني هيك وزني منيح ولا لازم زودوا وزني؟ واذا بدي زيده شوي شو الطريقه الافضل لتزويد الوزن؟ وشكرا كتير. بدك تزيدي من اكلك، لانه انت عم بتقولي بتاكلي 3 وجبات بنهار كميات قليله، بدك تزيدي الكميات. بس عندي فقر دم واضطرابات بالدوره الشهريه، يعني بتجي شهر وشهر لا، وهلا عم باخذ منظم الدوره لانه كان وزني 90 ونزلته بسنه ونص بالرياضه وتقليل الاكل. لا هلأ صار موضوع كتير كتير غير، كان وزنك 90 كيلو ونزلت ل 57 بلا أكل، يعني قعدت كتير بلا أكل تضعفتي. فضل أنك تشوفي حكيم وتشوفتي كيف ضعفتي لدرجة وقفت عندك الميعاد، يعني هو أهم موتور بجسمك. فهذه الفكرة لا مش مستحبة أبدا. ليه في حدا بعد كل هالواتسابات وعمل لهم ديليت كلهم دخلك؟ زهق؟ بونجور، كيفك؟ هلا سمعت على الشاب اللي كان يتعاطى ووقف، برافو عليه. اذا بحب انه انا بساعده بجيبه على مركز العلية بزحلي عند ابونا مروان غانم، اذا بحب. وابعتلك اوكي، بتعطيه رقم يتواصل معي وبقول له وين بلاقيه بزحلي وباخده على المركز، والمركز بقلب زحلي. مروان غانم بزحلة جو، بعدك بتلاقيه لهذا الفويس؟ ايه فيك تكتب له انت مروان غانم بزحلة، بس ما تركنا رقم، يعني كيف بدنا نبعث له ايه؟ ينبش. عندك اخذ العين، عندك شفت شو ذكي لك؟ يا الله يا الله يا جو يا الله، هو مش انت الذكي، انا اللي اليوم مش كتير واعي رقمه وين، ما هو رقمه مبين على السكرين. anyway، حدا عم بيقول انا عم بعمل دايت عند دكتور تاتاتي تاتاتا، نزلت 5 كيلو بثلاث ايام ووصلت ل 8 كيلو بثمان اسابيع، بس رجعت انصحت بس تركت البروجرام، وقالت لي سبور ما بيسوالي، عملت لي فحص شو بيسوالي وشونو. طب كيف هيك؟ يا الله يا الله، طب كيف؟ ولو اخصائي التغذية بتقول انه سبور ما بيسوالي، طب معقول؟ وحيت الله شي بيزعل.
ما في احسن من صحي وسريع عن جد، مش لانه نحن صحي وسريع، بس لانه عن جد عن جد عن جد ما في شركه بلبنان عندها اخصائي تغذيه بيشتغلوا بضمير مثل ما نحن بنشتغل ابدا. هاي مونيك، انا حامل بشهر الرابع، مبروك والف مبروك، وعم باكل صحي على الافطار، وعم بتسحر قبل بنص ساعه من الاذان فتت حمص او مسبحه او لبنه او مع خضار، بس مشكلتي انه بنهار عم جوع كتير مثل ما كنت مثل ما كانه ما اكلت شيء. شو الحل؟ ما مرأة الحامل ما فيها تصوم، انا هذا برايي، فهذا الشيء بده يرجع لك الك صراحه، فيك تجي تشوفينا احنا بنعمل لك بروجرام، بس اكيد انا مني مع انه المرأة الحامل تصوم، لانه مش بس انت عم بتعاني، الولد كمان عم بيعاني. ابدا 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 مدام، انا اي دونت ريكومند بالحمل انك تصومي. جود داي مونيك، بليز وات اباوت بروتين بريد which is recommended by several dietitian, it is the same as other protein product and also rice pops not rice cake, thank you. انا لا باكل بروتين بريد ولا باخد، ما بعرف الرايس بوبس ولا مرة اكلته، بس اذا بتشوفوا الانجريديان هو بس رايس ما في عندي مشكل، بس بروتين بريد I don't recommend it. ما في اطيب من الخبز اللبناني. يا عمي ليه بدكم تنزعوا مذاق الاكل؟ انه ليه بدنا نمنع الواحد ياكل اكل طبيعي؟ اكل حال. مرحبا مدام مونيك، هل صحيح انه تناول البروتين مع النشويات شيء مضر؟ ابدا مش مزبوط، مثل اللحمه مع المعكرونه، هذا شيء كتير 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 قديم، كتاب انكتب اسمه جو مانج دونك جو ميكري لميشيل مونتينياك، نحن ما بنامن فيه وما بيشبهنا ابدا بلبنان نهائيا. هل ممكن انه تقولي لي كيف ممكن اشتري كتاب صحي وسريع للاكلات الشرقيه اللبنانيه؟ انا مقيمه بالسويد، ورمضان كريم عليك، فينا نبعث لك على ال فينا نبعته باي ميل مدام اذا بيهمك، هذا الواتساب فيك تتصلي وتبعتي لنا شو ما بدك. العامل ديليت طالب فات تست. ايه 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 اوكي. بدي اسالك، ابني عمره 8 سنين ووزنه 3 كيلو، بس عنده كتير شرهية على كل الأشياء السكرية وكل كل الأشياء الحلو يعني، فبدي أشوف بأي طريقة بدي أقدر أني حدله هالموضوع، لأنه صراحة بخاف بعدين أنه كتير يزيد وزنه ويعمل لي مشاكل. بديك تجيبيلنا إياه مدام، يعني نحنا هيدا أي رقم بيخلص 004 جو، لح أعطيك فحص ذهن مجاني مدام، بدنا نشوفه لحتى نطمن لك بالك ونحنا كلنا نطمن. أوكي، وهيدا كمان حدا بده فحص ذهن مجاني، تكرم عينكم، وهيدا كمان كلهم بيفوقوا فوق ورا بعض. ها اوكي، ثانك يو. Good day Mrs. Monique, based on your advice I started to give my kids 5 and 8 years old fresh milk full fat since they are healthy alhamdulillah and there is no extra weight. My question is, any problem to drink it on a daily basis breakfast and dinner? They like it so much. انه انا مني كتير مغرمة بالحليب، عرفته، ومني ضد الحليب، بس انه مش زيادة عن اللزوم، وكبيتين بنهار اوكي، اذا ضعاف وما عندهم مشكلة اوكي، مهم ما يكون زايدين لهم سكر، بليز ما تزيد سكر. اوه كمان جو حدا عم بيبعث لي، شو بحب هالبرنامج انه في كتير عالم بتساعد. هاي مونيك، انا من وزارة الشؤون الاجتماعية، نحن عنا برنامج الوطني لمكافحة الادمان، وفي مؤسسات متعاقدة معنا لمعالجة المدمنين، رقم الوزارة. جو عم تقرأ شفتهم؟ بليز بشرفك بعتلو ياهن. يا ريت اذا عم تسمعنا انت تقلي بس اوكي، لانه هيدي السيده كتير مهضومه وبعتت لي رقم الوزاره وزاره الشؤون الاجتماعيه. فكل حدا مدمن عم بيسمعني اليوم، كل حدا عنده ادمان، منك لحالك ومنك الوحيد، وفي كتير عالم بتساعد، مش عيب انك انت صرت مدمن، ما حدا يعمل جادجمنت على التاني. كل انسان عنده ظروفه، كل انسان عنده حياته، كل انسان عنده اسبابه ليش بلش يدمن، واذا عن جد حابب تطلع منه وهذا شيء صعب ومجبور يكون في معالجه ومتابعه، لانه مستحيل انسان يقدر يتعالج لحاله. في كتير عم تشوف بزحله، في عنا ابونا مروان غانم، وزاره الشؤون الاجتماعيه بتدق لها وبتقولوا له وبيساعدوكم، في كتير كتير مؤسسات منيحه بلبنان، كتير كتير مش شوي. هاي ساعة مشيك اليوم مع 5 أيام بالجمعة منيح أو لا؟ لك شو قولك؟ منيح أو لا واحد يمشي 5 أيام بالجمعة ساعة؟ أكيد منيح، بعقد مش منيح.
ورقم الوزارة عطتنا إياها. أوكي آه سوري سوري جو أنت حطيته أن ريد. أوكي أوكي هاي بنتي عمرها لا سوري بنتي طولها 1.58 و 65 كيلو عندها انسولين عالي عم تعمل سبور ورجيم عادي تخفيف حلو واكل صحي وعم تاخد دواء للانسولين. قدي عمرها بنتك مدام؟ عطتها اياها الاندوكرينولوج بتعمل فات تست بتكون نازلة فات بس بوا كتير عالي قليل يعني بظرف 6 شهور نزلت 5 كيلو. شو نصيحتك؟ بتعقد مدام كتير 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 منيحة 6 اشهر 5 كيلو يعني اذا كملت على هالهوا على هالطريقه هاي من هلا لسنه سنه ونص بتكون نزلت 15 كيلو. اوعى توقف اوعى بتعقد كتير نصيحه كتير منيحه. هاي مونيك فينا استبدل قبعه الخبز بكعك شوي على الترويق او كم كعكه بحق لي القبعه اذا طوال هول الطوال الرفع والطوال اثنين بدل القبعه. هاي مونيك كيفي؟ كنت اشتغل وما كنت اكل كتير وكنت اتحرك هلأ تركت الشغل وتغير كل السيستام حياتي كل نهار بالبيت وباكل زدت 4 كيلو بشهرين. How to have the same motivation, wish me like to find a job soon وإلا بدي زيد كتير. Love you. ليه بدي اعتل همك إذا قاعدة بلا شغل؟ اشتغلي بالرياضة يا عمي لك نيالك بلا ما تعملي انت بتكوني بالشغل ومش قادرة تعملي سبور بس قاعدة بلا اكل كل منيح وروح اعملي سبور قاعدة بلا شغل شو استفيدوا استفيدوا من الوضع عن جد صدقوني صدقوني. كتير في عالم عم تطلب فحص دهن مجاني من عيادات صحي وسريع فما قلكن غير تكتبوا فحص دهن او فات تست واذا فيكن تقولوا لي قدي وزنكن بليز يكون وزنكن عالي. يعني هاي مونيك يعطيك العافية ميرسي كتير بس هذا هو السؤال. اوكي فات تست انا نسيت اليوم قلكن بس قدي الوزن بس معليش حق علي فبتحمل المسؤولية. اذا بتعرفوا هلأ من هلأ بعد الساعة 1:30 لازم بس تقولوا لي قدي وزنكن والبقية طلعلون. رح ناخد فاصل اعلاني وارجع لكم. اذا بتحبوا بليز تبعتوا لي كلمه فات تست او اسئلتكم على 0398919. صحي وسريع صحي وسريع بيرجع بعد البريك. يا الله يا الله على الساعتين أسرع ساعتين بالجمعة وأحلى ساعتين بالجمعة هن على جرس سكوب. عن جد أنا ما بصدق كيف بيمرق الوقت. أوكي رح كمل هلأ اليوم هلأ ما بقى عندي شيء أنا أقوله بس رح أقرأ الواتسابات وجاوب الجميع. هاي مونيك قليله أنه ورق الأكدني بيعليله السكري أنا هيك بعرف أنا ما بعرف لدي ولا ده فبفضل ما أحكي شيء مني أكيد منه. هاي بدي أسألك عن صدر الحبش إذا منيح ومرسي إنه إذا عم تعملوه أنتو بالبيت عم تاكلوا صدر الحبش يعني مثل صدر الدجاج. صدر الحبش اللي بتاخدوه شاركوتري فيه نيترات وأنا ما بحب تاخدوه أبدا 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 حتى لو كان خفيف الدسم ما معناتها خفيف الضرر. هاي مونيك طولي 1.68 ووزني 59 عمري 36 سنة بيان مانوكا يعني انه بتعقد يعني مش انه منيحة. رشال بعتي فويس 40 ثانية مش رح تسمع ليه. بونجور مدام مونيك بدي اقول لك انا بنتي عمرها 2.5 كنت بتركها مع حماتي بالبيت وفي مع ابن عمتها ببي صغير ما كانت تاكل نهائيا بالنهار يعني تاكل بورسيون انجا ناتشي ناتشتين وتنطر للخمسة لأجي أنا لتاكل معي بس أجي أنا بتاكل من شي جمعة جمعتين حطيتها بالجاردرية عم تاكل يعني عم بتفاجأ بس خبرني إنه تروقت وتغديت وبترجع بترجع على البيت بترجع بتاكل معي. معقول النفسية الولد تأثر عليها القد يعني يضل ناطر أهله ليجوا لياكلوا؟ أكيد معقول الولد هاي الطريقة الوحيدة اللي فيه يتواصل معك. كيف يتخبرك إنه هي متضايقة؟ كيف يتخبرك إنه هي هلأ انتبه يمكن مش إنه متضايقة أو شيء إنه إيه معقول كتير كتير. كيف هي الولد بيربيكن بالأكل
يعني ما بياكل، بيصير تصيروا انتم معصبين، انتم متضايقين. هو هذا سلاحه الوحيد بالاكل، وبس يكتشف انه هو فيه يعمل شو ما بده من وراء الاكل، بيصير يعمل شو ما بده حتى تو اتراكت يور اتنشن بالاكل. مش هيك بتشوفوا في اهل حديثهم وحياتهم وكله اكل ما اكل اكل ما اكل، لانه انتم كتير بتعطوا اهميه للموضوع. بونجور، انا صار لي شي شهر تقريبا عم بعمل دايت، عم بنزل فات بس المصل عم يعلى ووزني على السكيل عم يضلوا نفس الشيء. كيف تعرفي يا مدام؟ يعني هاو ود يو نو هدول الديتايات؟ قد ايه عم تعملي سبور وعم بتروحي دهن؟ انه معقوله معقوله بتصير، مش انه ما بتصير، بتصير. بونجور مونيك، عم بسمع كتير هالكم يوم عن شيء اسمه الخميرة الفورية أو خميرة البيرة، والكل بيشكر فيها، هي نفسها اللي بنستعملها مع العجين. بليز توضيح. أكيد ما بحط شيء بجسمي هيك أنا، يعني لأنه فيها بكتيريا يعني، بس إنه لا أبدا. هاي بويلد إكس نوت بيلد، هاو لونج كان وي كيب إت إن ذا فريج؟ تو دايز ثري دايز. بس انه انا البطاطا ما بتسمم ولا بتعمل شيء مثل ما انتم فاكرين، رح اقلكم بس انه مش طيبه ابدا البطاطا المسلوقه، الشغله الوحيده ما هيك جو عن جد منا طيبه غير سخنه. الا اذا اضطريتوا تعملوها مع سلطه، بترجعوا بتشلوها هي ومسقعه، بتقصوها كيوبات، بتحطوا لها زيت وحامض شوي، بتنقعوها فيها، وبعدين بترجعوا بتزودوها على كل السلطه، وبرضه ما بتعود طيبه. بس انه يعني انا اللي كتير بحب البراد وبحب الفريزر، قليل تحط بالبراد بطاطا الا اذا بدي اطبخها مثلا، بعملها تنقول الكيوبات بحطها بالفرن نهار احد، بيبقى بحطها بالبراد حتى اعمل عليها تنقول تاني نهار بعمل داود باشا وبحط لهم بطاطا، او اذا عامله بازيلا ورز بحطهم بقلبهم ساعتها. بس انه هيك تاكلها اجمالا ما بحبها. انا عمري 48 سنه، بلشت الدوره الشهريه تقطعني، هل انه بنصح بس تروح؟ انا وزني 88 اجمالا. ايه مدام، للاسف الشديد يعني خبريه مش كتير حلوه، بس انه عندي كريسك اكثر من غيرك ان يزيد وزنك بهالفتره هاي. كدوا مانجي بور كو البلاكيت نو مونت بلو، ما خص الاكل ابدا بهذا الموضوع، اجمالا ما خص الاكل. أنطونيو بيقول لي هاي مونيك، ماي سون از 1 يير اولد and 3 months sorry he is 11 kilos I never give him sugar or fast food. انه اكيد سنه وثلاث اشهر كيف بدك تعطيه فاست فود اصلا يعني. People say he is thin but I think I'm doing good giving him only healthy snacks. I'm Antonio from Beirut. اكيد يا انطونيو عم تعمل عين العقل، يعني مش انه عين العقل. انا مدام عمري 51 سنه، دخلت المينوبوز، صحتي كتير منيحه، عملت فحص مخزون سكري طلع 5.8، بعقيت شو لازم اعمل؟ انا اكلي صحي دايما بسمعك. كتير منيح مدام، مهم تتاكدي انه ما يزيد وزنك هلا، ويضل المخزون يعني تحت تحت الخمسة هو مستحب اكتر. اذا عندك كم كيلو تضعفيهم اعملي سبور وانتبه على اكلك، بس ما في بانيك، في انه دق الجرس الأحمر، لا دار الجرس الخطر. Good day Mrs. Monique, based on your advice I started to give my kids okay هاي جاي حكينا never no added sugar، إلا قلت له عادي تكوني عم تزيدي له سكر. رضا، كيفك ماشي الحال؟ أنا مستمع قديم بس أول مرة بشارك بهذا البروجرام. بدي أسألك، كرمال بنتي عمرها يعني بتطبق بشهر 8 الأربع سنين، بس يخزل العين بتاكل، يعني بتكون بعدها ماكلة، بيجي أنا من شغلي على البيت بدي أكل، بتقوم تقعد تاكل معي، بتكون بعدها خالصة أكل، بتضلها تنقرش كل النهار، كل الوقت يعني شو في موجود قدامها بتضلها تنقرش اكل غير اكل. خلص جو معلش، بس رضا بليز بليز اذا فيك ترجع تبعت لي الفويس، بتمنى عليك يكون مسكر الشباك وطافي الراديو، وحديثك اسرع بكتير كتير كتير، ما بقدر ركز معك، بعتذر. ليال بعتت لي، هاي مدام مونيك، ابني عمره 3 سنين بياكل بالجاردوري كل الطبخ، بس بالبيت ابدا ما بياكل، ما بيقبل ياكل طبخ، وبس يطلب رز ولبن وباستا، شو فيني اعمل؟ فيكي ما تعطيها ليال، اهم شيء ما تكوني عم تعطيه حليب، هيدي اهم شغله، وخاصه الحليب المدعم يلي بيعملوا له دعايه انه هو احسن، هو شيء منه منيح ابدا. وفيك بالبيت قولي له اذا ما بتاكل هذا الشيء ما في عندك اكل. فينا نقعد يا ريت تحكيني، لانه مواضيع الاولاد انا كتير كتير بهموني، يعني تأطمن انه عم بعطيك الادفايس المزبوط، شو وضعه شو بياكل وشو وزنه الى اخره. مانيك برمضان ما لازم
انس معيك جوعتيني معظومة. فالتست بتصور انه انت وزنك كتير كتير منيح عن جد، طولك 1.69 ووزنك 60 كيلو، رح تجي ورح تعذبينا وعلى الفاضي حبيبي، لانه ما بتصور لازم تضعفي نهائيا. اوكي بونجور، كيفك؟ ميرسي على الفتاس، طلع عندي 7.5. عم باكل كتير صحي وكله فروتس وهيك، بس عم بيضل عندي وجع بطن مع انه ما عم باكل خيار ولا الاشي اللي بتعمل نفخة، وما عم بضعف كتير، ما عم بضعف مع انه كتير اكلي هيلثي، فشو الحل؟ وبليز بنتي صغيرة كتير ما بتاكل ابدا شي صحي، وما بتاكل اذا ما طعميتها، بتاكل بس الدجاج بتحب يعني مرة او مرتين. ما فهمت شي ولا شي يعني انت ما فهمت شو عم تعمل رجيم، وين عم تعمل رجيم، وبنتك مرتين بالجمعة بتاكل بس دجاج وبس. مدام جمعة الجاي حطي رقمنا 0595888 5، ضروري جدا تحكيني لحتى افهم منك، او اذا بتحبي تجي تزورينا بالعيادات اهلا وسهلا، نحن بنفتح من 7 للـ7 فبليز. اوكي، وعندنا 5 عيادات. بونجور مدام مونيك، انا بنتي عمرها 1.5 سنة، طولها 85 ووزنها 11 كيلو، منيح هيك ولا بتعتبر ضعيفة؟ لانه انا عم بقول للحكيم انه بنتي كتير ضعيفة، عم بقول لا منيحة هيك، وجربت قل له يعطيني شي فيتامين اوعى على الاكل لانه ما بتحب الاكل، قال لي لا. وقفي للحليب المدعم مدام، وقفي للحليب المدعم يلي كله سكر وكله اشي بلا طعمة، اسمعي مني وشوفي كيف بعد جمعة رح تصير تاكل، وما بقى تعطيها أهمية، بدها تاكل بدها تاكل ما بدها تاكل، وقفي الحليب المدعم. بونجور، بس بدي أسأل مشان المريض اللي معه الأنسولين عالي، شو أي سبور المسموح فيه؟ يعني الأحسن سبور بيقولوا لنا يعمل شيء للمسك، شو هو أي أحسن نوع سبور بليز؟ إذا عندك أنسولين عالي بالعكس بدك تعملي ركض، بدك تعملي إلابتيكل، بدك تعملي جوجينج، بدك تعملي حتى أيروبيك أكزرسايز بالبيت، هذا المفروض. كيفك مونيك؟ عم قلك بنتي عمرها بشهر 8 بتطبق 4 سنين، يعني ما شاء الله أكيلة بتاكل، بكون بس بعد هلأ مخلصة أكل، بجي أنا من شغلة بدي أكل بتقوم تاكل معاي، شوكولا غير شوكولا، اكل تشيبس، هالقصص كلها سوا. اوكي، بس كيف فيني جاوبك؟ يعني اذا انا هيدي بنتي عم فكر معك، لانه حتى السؤال ما انه واضح، ويا بتمنى عليك جمعة الجاي اذا ما كنت واضحة، لانه هلا ما بقى نقدر نتقبل اتصالات، جمعة الجاي بقدر جاوبك اكتر. بس ايه، بس انه اذا جسمها منيح وهي منا ناصحه وبتاكل كتير، بعدها عمرها 4 سنين، بكره على 6-7 سنين رح تبلش تنصح بوعدك، بس انت بالبيت ما بقى تجيب اكل بلا طعمه، ما بقى تجيب شوكولا، ما بقى تجيب تشيبس، ما بقى تجيب اشياء بلا طعمه نهائيا، لانه هذا الشيء بياثر على صحتها، واذا هي عندها ابليه رح تصير تاكل منهم كتير، فانتوا بتكون تساعدوها، بتكون تعطوها الانفايرمنت حتى ما تنصح كتير على كبر، باكد لك انه بتنصح على كبر. هاي انا وزني 180 يا رب. راح كوما. انا وزني 98 وطولي 180، شو لازم اعمل؟ عطيناك فحص دهن لانه بدها معالجة. بونجور، مرتي بتاخد تتاتيتا تضعف، في اعرف اذا بيسوى او بيأذيها؟ انا برأيي اكيد اكيد ما بيسوى، بس انه هذا الشيء بيرجع لإله. هاي مونيك، انا ما عندي سؤال، بس بدي اقلك ميرسي وميل ميرسي لوجودك والبروغرامك ولصحي وسريع اللي غير لي حياتي الافضل، وعن جد اللي ما عايش صحي وسريع رح يقلي كتير، والله يكون بعونه. لوف يو، احلى مونيك، ميرسي. مهضومه او مهضوم ما عرفت. هلو مونيك، 33 سنة، ام لولدين، وزني 68 وطولي 1.72، اسكو سي بيان، كتير منيح. مامو ماري اكومانسي لندي شيفو، كتير مبسوطين من فوتر سيستام، ان شاء الله بعد 10 سنين يا مدام، مش مهم هلا، مهم بعد 10 سنين.
وهلا انا لا بدخن ولا بشرب الكول ولا بارجيل، وبس كون بانتراج فيه ارجيل كتير بتضايق. ايه فويسو دقيقة و 11 ثانية. سوري جان بيير، يعني كان بودي اسمع لك اول واحد، بعتذر. هاي مونيك صبا، ماي كارن، صوري عندك بالكلينيك اكيد دخل راح تعرفي مين. ايه كارن، و بدي لك انه اي مس يو، و كل فرايدي بعد الجامعة بكون طالعة على البيت بكون قاعدة عم بسمعك. حبيبي بوصيلي امك كتير. بونجور مدام مونيك، كيفك؟ بدي أسألك إذا واحد بده يحط كاس عشية بدل ما يحط تشيبس وبزورات، فينا نحط ناكل جنيريك فول وبازيلا أو ساروفيان أمام يعني؟ وقدي الكمية إذا فينا ناكل هيك شيء؟ ما بيتقارن، يعني عم تطلبي انه باكل تشيبس او باكل جنيريك، ربنا محلل الجنيريك، فبدون ما تفكروا اكيد ايه، واكيد ايه انه اللوز الاخضر واكيد الفول واكيد البازيلا، هذا شيء رائع رائع من احلى عوايد عنا اياها. قد ايه كل ما بتفقي وبتعبي، يعني تسهلكم اياها، بتعبي تنقول كاسة المغلي هيدي بدل تفاحة. اذا كل 30 جرام من المكسرات، 30 جرام قد كاستين يعني مليانين، من لا كاسه مليانه من هولي كمان. اخ في مدام عم بتقلي ابني طلع عنده ابنه تيب ا مخزون طلع 9.5. بدي اسالك اذا في ياكل بسكيو او شوكولا مره بالجمعه، وبدي اسالك عن السكر اللي محلى. ميرسي مدام، ضروري جدا 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 نشوفه لابنك ونشوفك اليك ونعلمك كيف تاكلي بطريقه مظبوطه معه. رح اعطيك الرقم لانه نحن عنا اشياء سبيسيال للتيب ا، اشتغلت على هذا الموضوع 3 سنين تطلعنا هذا البروجي. انا اللي سالتك عن الدوره، قطعتيني، شو لازم اعمل حتى ما انصح؟ بدك تعمل رياضة وبدك تنتبه على أكلك زيادة، يعني بدك تنتبه طبعا طبعا، يعني إنه بدك نعملك فحص دهن، بدك ضروري مبحوحة. سلامة قلبك. هاي I'm at PCOS، يعني polycystic ovaries اللي حكيت عنه جيهان اليوم من الزوق. patient وزني 72، I'm living healthy وبعمل سبور وصار لي حل على هالوزن سنين، ما بنصح وما عم بقدر اضعف، بس ناو بلشت تريتمنت هيدا اول شهر، بتعقدوا انه بس خلص تريتمنت اضعف، تعتقدوا سوري تعتقدوا انه بس خلص تريتمنت بضعف، واذا بحل بدي شوفك بعد شي 2 مانس وين بتكوني. انا على طول موجوده باليسار، وهذا الرقم فيك تتصل عليه، بس ليش ما بتبلشي هلا؟ ليش بدك تنطري؟ مدام مونيك وزني 13 كيلو وطول 1.93 وما بياكل منيح. لازم نشوفك مدام عن جد، بقعد معك وبعلمك كتير. في حدا عم بيطلب فات تست كل جمعة، بس انه هو ذاته الرقم مش ضروري يعني تطلبوه، مهم تاخدوا الرقم. الفول المدمس فيه بروتين، اكيد كله بروتين. هاي كيفك مدام؟ تمام، بس بدي اسألك، هل ممكن نضعف كيليين برمضان بظرف 5 ايام؟ نورمال هيدا؟ اذا وزنك مثلا تنقول 90 كيلو وكنت تاكل عادي ووقفت وجبة، ايه معقول كتير تضعف كيلوين برمضان، اكيد اكيد، وبتضعف بعد اكتر، بس انا ما بنصحك انك تجرب تضعف. في ناس لا حول ولا قوة، يعني شو ما عملوا بدون يضعفوا، بس انه بيأكلوا مزبوط وبينتبهوا على اكلهم، فلازم تنتبهوا على هذا الموضوع. انت بتقلي قدي وزنك وطولك فيني ساعدك اكتر. انا بشرب مت كتير، هل هالشي بديل عن المي؟ اكيد لا 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 لا، المت كتير فيها كافيين وابدا منه بديل عن المي. بتشرب مت مرة بالنهار اوكي، تأكد انه منه بالليل لانه بيقلي بشكل مش طبيعي. شو السؤال؟ نسيت. هاي
كيفك مدام تمام، بس بدي اسالك هل ممكن نقطع كيميائيين برمضان؟ سوري بعت له فاتس بدون ما افهم. ايه معقول كتير كتير اذا وزنك 104 كيلو؟ مليارين بالمية. ايه حدا عم بيقول لي بليز دليني وين بالزلقه، انا بدي اضعف، بدي فحص بليز، شو هيدي؟ وبخلف بلاش شو؟ رح ابعث لك فحص الدهن ونحن فوق ستاربكس بالزلقه. بخاف بلش. ليه بتخاف تبلش؟ ليه شو احلى شيء بالدنيا الواحد يبلش؟ هو ما بدك تخاف تبلش، بدك تخاف ما تكمل. بالعكس 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 بالعكس، مليار بالمية تعا وانت بين ايادي سليمة، وما تخاف تبلش، خاف ما تكمل، هيدا اللي بدك تخاف منه. اذا بدك تخاف من شيء مش انك تبلش، تخاف ما تكمل. 104 120 قد ايه وزنه؟ 120 كيلو. مستمعينا الكرام، انا كتير 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 بتشكر انكم تابعتوني. Thank you so much. جو جرجس انت رائع عطول مثل العادة، حلقة رائعة. ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام، على فيسبوك، يا بتكتبوا صحي وسريع بالعربي او بتكتبوا مونيك باسيلا زعرور بالانجليزي تتقدروا تلاقوني، لانه كتير صعب تكتبوا صحي وسريع بالعربي فبالانجليزي. سو قررنا انه يكون مونيك باسيلا زعرور بالانجليزي الكتيبة تتنبشوا علينا، او صحي وسريع بالعربي. فحد عم بيسأل قبل ما أقول باي، I want to ask you about canned fool and hummus. If you wash them very well underwater, will they have the same vitamins as regular one? أكيد إيه، بس بيروح الملح أكيد أكيد، ما في مشكل. فتابعوني على الفيسبوك، تابعوني على الانستغرام، وأنا أكيد بنجاوبكن على الفيسبوك إذا على الباج العادية. إذا بتبعتوا مساجات بيرسونال ما بقدر جاوب أبدا أبدا أبدا. I love you. Bye bye. صحي وسريع مع مونيك باسيلا زعرور، كل جمعة 12 الظهر على جرس سكوب. صحي وسريع.